يعني افهم لو في مثلا حاجه انتوا عايزين تسالوا فيها، لو في مثلا حاجه انتوا مش فاهمينها انا معاكم دلوقتي. انا بكلم الاونلاين لحد الان وانت كويسين كله تمام؟ انا تمام مرود. تمام حاضر هسكت. حاضر اوكي. تعالوا بس كده ننزل كده بدي كده شويه. بصوا يا شباب دلوقتي كان في سيف كان سأل بس سؤال اللي هو كان عايز يعمل ان هو بمجرد ما يكتب اي اسم يظهر له السيريال جنبيها، اي سيريال بقى اذا كان 1 2 3 او 100 او 102 ايا كان الرقم. فانا بس نعم انا هنشوف دلوقتي هوريك دلوقتي ثواني هوريك دلوقتي. حاضر نوسع كده شوية عشان الموضوع يبقى كبير ونعمل شير للكونتنت. مسكينه شير. طب يا شباب بس عايز اوريكم بس حاجه في قاعده اف اللي احنا كنا بنشرحها المره اللي فاتت. سوري بس علي بس الصوت على الاخر عشان نبقى سامع. قاعده اف اللي هو ايه؟ انا عايز اقول له لما اجي اكتب حاجه هنا في العمود رقم بي، العمود بي ده ياخد لي سيريال، يعني مثلا 101 102 1001 500 ايا كان الرقم ياخده لي اول ما اكتب حاجه. ازاي يا باشمهندس عامل ايه؟ تمام. فمثلا هنعمل هنا مثلا رقم 1 الاول مثلا نفترض. تمام. وهنيجي هنا مثلا نقول له بيقول له ايه اف اف اي. تمام. واقول له لو دي بتساوي فراغ، فراغ يعني هي دبل كوتيشن اللي هي شيفت كوتيشن دي كده، اذا تبقى فراغ برضو تاني. طب لو لا اقول له مثلا ايه 1 1 زائد اللي فوق دي. اوكي واحد يعني تبقى 1 زائد اللي فوقيها. عطلت صح؟ عطلت. من الاول تاني تو ليه؟ لا اللي بيكتب فيها ريزلت المكان اللي بتكتبي فيه المعادله اللي هو بي. بصوا يا شباب بصوا عشان بس لا انا بدل ما انا بكتب اكتب في الاي يبقى اديني ريزلت في البي. في البي ده ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ انا عايز من الاخر اقول له يبقى دي زائد 1 زائد يبقى الرو، يعني قصدك يبقى الرو. نفترض نخليها هنا بس، يعني انا بقول لك حاجه بسيطه من ضمن حاجه، انت كده عاملها بمعادله رو صح كده؟ بايه؟ ايه اللي دخلتها في اف؟ يبقى واحد زي الثاني يعني ال A بلس 1 نفس البتاع؟ لا لا انا عايز اخليها قدامها، انا عايز اكتبها صح. انا فهمت قصدك. بصوا يا شباب احنا دلوقتي قلنا ايه؟ ان مثلا ده اول سيريال مثلا، او السيريال مثلا وليكن اوله مثلا 1000 مثلا، وراح قايل له مثلا ايه اف اي بيساوي اف، واقول له ايه لو دي اللي هي لو دي فاضيه اذا خليها فاضيه بيساوي فاضيه خليها فاضيه. طب لو لا هقول له يبقى 1 زائد ده. دي بتطلع فوق يبقى انا كنت جاي حافظها اقسم بالله كنت جاي. بقول لك ايه؟ انا اقسم بالله كنت جاي، عارف انت جاي مركز. انا عملتها، انا باجي اعطل هنا. والله العظيم انا عملتها المره اللي فاتت. لا اله الا الله.
يا جماعه ما حدش بعزكم انا جاي حافظ فما حدش يجي يقول لي حاجه تعالى اتفضل تعالى ايه بيقول له ايه اه يبقى هي هنا صح يبقى هي هنا معلش اهي اقول له اه معلش هي فين معلش خليني هي كده بيساوي كده يبقى اذا كده طب لو لا يبقى واحد زائد واحد زائد اللي فوقيها نعمل كده ونعمل كده ونعمل كده وبعد كده نعمل بس كده انا كده تمام انا خلاص انا حد بقى يسالني في حاجه ثانيه في الموضوع ده بصوا يا شباب بصوا عشان اسمع سيفا انت كده عرفت سيفا معلش نعيد ما من الاول ثاني بقى نعيد من الاول ثاني عشان انا بصوا ما حدش بعزكم يعطلني عشان انا جاي حافظ الكلام بقول له ايه انا عايز كده اشوف انا عملتها ازاي اه بص بقول له ايه بقى بصوا يا شباب بقول له اف لو دي نفترض مثلا ده مثلا النيم النيم اللي هو مثلا محمد سيف عمر فيلو مثلا الناس بقول له مثلا ايه بيساوي اف لو الاسم فاضي اذا خليه لي فاضي عشان احنا ما كتبناش الاسامي طب لو لا هقول له واحد زائد اللي فوقيها دي اللي هي دي واحد زائد اول حاجه خالص فوق واقفل دي كده واقفل الكورس وانزل تحت خالص كده بص قال 1 2 3 4 5 طب افرض مثلا كتبت هنا مثلا احمد 6 طب مثلا كتبت هنا سامي 7 وصلت كده وانا مش فاهم معلش تاني كده اه ما هي لا ظبطت ايوه هي ظبطت بس يعني اهي لا دي بي 3 اهي انا فاهم اه من فاهم مش ساعات بعمل حاجه لا 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 انا تمام انت شايف حاجه عاكله دلوقتي على فكره انا كويس على فكره لا على فكره انا لا لا هي بتظبط لا دي خلل عندنا في خلل جوه بص هو في انا فاكر بص معي هو كان فاكر ان في معادله اسمها رو دي بتعمل ايه بقى بص بنقول له اف مثلا لو دي بتساوي سبيس يبقى اذا سبيس طب لو لا يبقى رو في معادله اسمها رو تمعيني معايا زائد واحد واقفل الكوس كده ودوس انتر رو يبقى مش محتاجه ان انا اعمل دي اساسا بص يا سيف الموضوع ده ممكن يبقى كويس لحد ما يبقى رو على طول فين؟ طب افرض لو انا كتبت هنا اه عايز اتنين واحد اتنين نشد المعادله كده لتحت كده شويه جاب لي 17 جاب لي الرو بص يا جماعه جاب لي بص يا سيف الحته دي والله يعني فكرتني بايام زمان بص فكره في معادله اسمها رو دي بتجيب لك رقم الصف فبتقول له ايه بتقول له لو انت بقى طبعا عايزها بارقام الصفوف يعني الاي دي يبقى برقم الصف فبتقول له مثلا ايه اف لو دي بتساوي فاضي خليها لي فاضي طب لو لا يبقى رو وتروح قافل القوس بتاع الرو بس كده وتروح قافل القوس بس كده احنا الرو دي كده فاضيه لحد الان لان الكلام دلوقتي فاضي صح كده فلو كتبت هنا مثلا احمد هيديني الرو رقم 3 زائد بقى بالظبط انت بقى بالظبط انت بقى براحتك انت بقى يعني انت ممكن على فكره لو انت كتبت هنا مثلا كده هيديك رو واحد اسمها رو معادله اسمها رو يعني معادلات الف دي يا شباب بصراحه بتعطلني انا شخصيا بصوا كان في حاجه كنت انا عايز اقول لكم برده تاني في الاكسل في حاجه جميله جدا 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 يا ريت تعرفوها وليكن مثلا انا هاخد مثلا شويه داتا مثلا من هنا اللي هو ايه نفترض مثلا اخد الاوردر تايم دي واحطها هنا كده تايم اخدها تايم دي كده شايفين كلمه اي ام وبي ام وكده انا اقدر افصلها لوحدها اقدر افصلها عن الكولوم بحركه بسيطه جدا شايفين اي ام دي لو انا كتبت كده اي ام بي ام تحتيها وادوس كنترول اي بصوا اللي حصل خدت اي ام بصوا دي اي ام دي بي ام في ايه تاني دي اي فين اي ام او دي اي ام فاهمين قصدي ايه؟
كنترول اي. كنترول اي دي حاجه اسمها فلاش فيل. بصوا في الداتا في حاجه اسمها هنا اسمها فلاش فيل اهي. يعني انت لو جيت اساسا دوستها كده هتلاقي في حاجه اسمها ظهرت اهي. شايفين كده شباب؟ شايفين دي كده اسمها فلاش فيل في الداتا. في الداتا في حاجه اسمها داتا تولز اسمها فلاش فيل. فلاش فيل دي ممكن تلاقيها في بعض الويندوزات عندكم او الاوفيس، وفي بعض الاوفيس مش هتلاقيها عندها فلاش فيل. طب فلاش فيل دي بتعمل ايه؟ دي بتعمل حاجات رهيبه يعني. فلاش فيل دي بتعمل اللي انت مثلا لو نفترض مثلا نفس دي كده، تعالى نشيل دي مثلا، انا عايز اخد مثلا داتا تكون فيها ارقام و تعالوا ناخد دي كده. الكلام هنا خدوا بالكم الموضوع ده الكلام ده كده بقى كتير. بصوا وليكن انا عايز اخد ديلوكس بيتزا، يعني بصوا خدتوا بالكم ازاي كلاسيك ديلوكس بيتزا، انا عايز اخد اخر كلمتين، فاهمين قصدي؟ فاروح جاي هنا اكتب اخد الكلمتين دولت اهو كده كوبي، احطهم هنا كده بيست اول واحده، بعد كده ثاني واحده مثلا معلش استحملوني كوبي واحطها هنا مثلا بيست، بعد كده نيجي بقى هنا ثالث واحده دي دوس فلاش فيل. السلام عليكم. هو فاهم ان هي احنا حلوه جدا، هتفيدكم كتير قوي. عارف تفيدكم في ايه تاني؟ تفيدكم في حاجات اللي مثلا ايميلات مثلا جايلكم ات جيميل ات هوت ميل ات معرفش ايه، فانتوا عايزين تفصلوا الهوت ميل عن عن الاسم فتعملوا فلاش فيل. او لا عادي انت ممكن، لا لا عادي هو بيفهم يعني. مثلا تقول له مثلا عايز اخد كلاسيك كاليفورنيا 5 الكلمه الثانيه دي مثلا يعني زي دي مثلا او مثلا اول واحده هي ذا كلاسيك اهي مثلا، اقول له اول واحده اهي اهي، نقول له ثاني واحده اهي خلاص كنترول اي اهي. السلام عليكم. وصلت كده شباب؟ حلو ده شباب ولا ايه؟ والله انا ما بسالش والله الحاجات دي، الحاجات دي ما ينفعش تسال فيها. بس هو عموما فلاش فيل دي حاجه كده زي اي اي كده، اللي هو بيفهم انت عايز ايه، اللي هو بيفهم انت طالب ايه وبيعملها زيها. بس على فكره فلاش فيل دي على فكره مرعبه يعني، مهمه جدا. بس على فكره البايثون انا دخلت فيه على فكره، انت عارف في انا درست فيه ثلاث حاجات، نمباي وبانداس وحاجه اسمها اكسل وينجز اللي هي اللايبريز دي. انت عارف عشان تعمل بيفت تيبل على بايثون دي تعب، عارف انت بتنهج. الاكسل اللي هنا جميل جدا، بس البايثون بقى في حاجات حلوه برده بقى بتعرفش يعني، ما تلاقيهاش في الاكسل. الاكسل الى حد ما برده ليميتد، البايثون بيتعامل على بيج داتا وحاجات كبيره جدا يعني. البايثون الحاجات اللي هي مش الشركات اللي احنا بنشتغل فيها. ايوه انا فاهم، بس قصدي ايه، احنا اغلبيه الشركات كلها معلش يا باشمهندس شغال في شركه برضو كل شغلها اكسل. انا كل الشركات اللي عندي بتشتغل اكسل وجوجل شيت وباور بي اي. ما قابلتش انا كتير على فكره بيتعامل بقول لك. بس اقول لك على حاجه مهم جدا، السيكوال الاس كيو ال مهم جدا للناس اللي هي كداتا انالست بتسحب داتا من على سيرفر، من على اس كيو ال سيرفر ولا مايكروسوفت سيرفر او ماي سيكوال، مهمه لان في داتا يا باشمهندس. يعني مثلا نفترض انا عندي اليو اي، اليو اي يا شباب اللي هو يوزر انترفيس او جي يو اي اللي هو جرافيك يوزر انترفيس، علشان الداتا بتتخزن في الداتا في المخازن بتاعتها الداتا وير هاوس، بيبقى في كده انترفيس اللي هو يقول لك ايه اسم العميل رقم التليفون معرفش ايه، بتدوس مثلا عملت له الفاتوره، فالفاتوره لما بتيجي بتنزل في الداتا دي بتترصد لوحدها. فنفترض مثلا انت عايز تسحب داتا 10 سنين ورا، استحاله تسحب مش تعرف. ايوه بالظبط. انا دي اي ار بي، دي برامج اسمها اي ار بي، بس في برامج اسمها اوف لاين بي او اس. اوف لاين يعني ايه اوف لاين؟ يعني برنامج بيشتغل زي الاكسس كده. حد يعرف مايكروسوفت اكسس؟ مايكروسوفت اكسس ده بيشتغل اوف لاين، انت لازم تعمل له حاجه اسمها كونكشن. يعني ايه كونكشن؟ يعني انت خلصت البيعه تروح دايس على زرار اسمه كونكشن عشان تروح البيعه دي تروح للاداره، تروح للاتش كيو، فاهمني؟ لكن الاي ار بي اللي انت بتتكلم عليها دي حاجه اونلاين زي 365 داينامكس اللي هو مايكروسوفت ساب اوريكل سيلز فورس، الحاجات دي اي ار بي، دي حاجات بقى قويه جدا. بس انا برضو حتى القويه دي برضو ما تعرفش تسحب 10 سنين ورا. يعني نفترض يا جماعه مثلا 10 سنين، عارفين يعني ايه 10 سنين ورا يا جماعه؟ يعني مثلا نفترض شركه مثلا لو بتبيع ب 100 مليون جنيه مثلا في الشهر، 10 سنين ورا دي انا سحبت سنتين خدت مني حوالي 700,000 رو. يعني الاكسل بقى عارف اللي هو ايه؟ عارف بقى البنج اللي بيتحرك كده ده اللي هو ايه، عشان تعمل له معادله مثلا صم انت بتقعد شويه يجي ربع ساعه جنبيها. بس الاس كيو ال مهم.
البايثون بصراحه الى حد ما يعني لسه ما استخدمتهاش، يعني انا لحد الان ما استخدمتش دلوقتي. هو الاكسل ده ده البريوريتي رقم واحد. كده احنا عايزين بس ايه نتكلم بقى شويه بقى في، انا بعت لكم لينك صح، اللينك ده نتكلم عليه بس شويه يعني مش دلوقتي. اتفضل. بيشتغل على الايكويشنز؟ ما جربتهاش بصراحه. انا جربت اللي هو ال انبوت، اللي هي الحاجات الانبوت دي، لكن ما جربتوش على الايكويشن. تمام. بصوا بقى شباب، احنا النهارده جايين نتكلم بقى على موضوع حلو جدا 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 وهيفيدكم كتير جدا جدا جدا، هيفيدك كتير قوي. وهو البيفت تيبل. البيفت تيبل ده يا شباب لا يخلى منه اي شيء. بيفت تيبل، اف في لوك اب، الحاجات دي لازم تتبع هنا، ما ينفعش تعدي، ما ينفعش ان انتوا تعدوها، يعني الحاجات دي لازم تبقى يعني داتا انالست، بيفت تيبل، في لوك اب، اكس لوك اب، اف، هي كده. يعني ايه بيفت تيبل؟ البيفت تيبل هو اداه بتستخدم عشان نحلل كميات كبيره من البيانات بطريقه سهله ومرنه. الفكره انه بيساعدنا في تلخيص بيانات بدل ما نقرا كل سطر، وفعلا ده اللي صح. بصوا البيانات دي يا شباب، بصوا الداتا دي قد ايه، بصوا ده محل بيتزا، بصوا الداتا دي قد ايه، الداتا دي حوالي 500 رو. ال 500 رو دي طبعا انت لو عايز تعرف مثلا كام بيتزا لارش او ميديم اتباعت، مش تمسك صف صف تقعد تعده، انت فاهمين؟ فالموضوع بقى هنا تيجي البيفت تيبل. والعلم بس بالشيء، البيفت تيبل كان معمول له فيديو للاكسل سنه 1990. انا شفت له فيديو سنه 1990 بيفت تيبل، تخيلوا 1990، مش بهزر. فالبيفت تيبل قديم من قديم يعني الاثار يعني. بس ولحد الان ما عطلش، لحد الان بيقوم بوظائفه جامد جدا. استخدامات البيفت تيبل بيقول لك عشان تلخص البيانات، تحليل السريع، والكلام ده احنا هنشوفه بعينينا دلوقتي. عرض البيانات بطريقه ديناميكيه، وده اللي فعلا هتشوفوه. التصفيه بسهوله، اللي انتوا تعملوا فلتر عليه بسهوله جدا. طبعا انا كاتب لكم كل الكلمات دي جميله. بيوفر الوقت والمجهود، الفايده بتاعته نتائج دقيقه ديناميكيه قابل للتغيير، سهوله القراءه والفهم. بصوا يا شباب هقول لكم، بمناسبه يوفر الوقت والمجهود، شايفين الداتا دي؟ مش انا قلت لكم قبل كده ان في داتا اسمها يونيك؟ في يونيك صح؟ لو انا نفترض مثلا عايز اعرف مثلا مبيعات، ثواني كده نبص كده، ده كده جدول في اليونت برايس والتوتال برايس اللي هو المجموع البيع بقى، البيع عموما، والبيتزا لارج. فانا عشان لو انا عايز اجيب الداتا هعملها ازاي؟ بص ركز كده، هعمل هنا كده بيساوي يونيك، واروح جاي هنا، انا بكتب بسرعه عشان بس ايه يعني ما حدش يشوف ورا، واعرف بس كام بيتزا لارج معموله، واروح اعمل هنا كده سم اف، اقول له احنا عايزين نجمع التوتال برايس ده الرينج فين، وبعد كده اروح هنا كده اقول له هنا وادوس انتر. نسيت ادوس البتاع ده، نعملها نقول تاني sum if الرينج فين، اقول له الرينج اهو، والكرايتيريا هنعملها من هنا، وهنيجي التوتال برايس اهو، وندوس انتر ونقول الو. كده احنا عرفنا المعادلات قد ايه، كده احنا عرفنا ان التوتال كله كام، 8436. دي عشان لو هنعملها معادلات، اعملها زوم اكبر الكلام شويه. طب لا سكرول ازاي؟ لا ما هو العكس، لا هي باين عليها، هي اللي مش معاها، هي مقصوده على الماوس حتى من فوق دي ماشي، يعني سكرول بس العكس، مش ناحيه باين كده، هي كده اخرها، مع ده اللي بكلم فيه، هي معموله زي كروب على الحته دي كده. طيب ممكن تعمل اصوات من عندك كده؟ لا هي من بره، انا هقول له دلوقتي اعمل بص على ده. لا مش كده، هي ما تمام. شكرا. بصوا يا شباب اهي، فكده احنا عملنا كام معادله كده عشان نوصل للمرحله دي. اما بقى بص بقى في البيفت تيبل هنعمل ايه، هندوس هنا كده انسرت، انا بس بوريكم بس السهوله يعني، انسرت بيفت تيبل، هنقول له اوكي، هنقول له احنا عايزين البيتزا سايز 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 فين سايز سايز اهي، وبعد كده توتال برايس. سلام عليكم. فهمت قصدي ايه؟ ثلاث خطوات. اما الثانيه احنا عملنا في كذا حاجه، فاهمين؟ البيفت تيبل سهل جدا ان انتوا
طخ 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 على طول الموضوع جاب النتيجه على طول. فاهمين قصدي؟ يعني بقول لكم عشان بس تشوفوا النتيجه في اللي انا عملته كمعادله خد وقت قد ايه، وفي البيفت تيبل ما كملش ثلاث خطوات حرفيا خلصت الموضوع. ما لا احنا لسه بنجري لسه يعني، لسه الموضوع كبير. انا بس بوريكم بس الفرق ما بين السهوله بتاعه البيفت تيبل عامله ازاي. البيفت تيبل وسهوله بقى القراءه والفهم هو سهل جدا طبعا. ليه بنستخدمه؟ هو ليه ما بنستخدموش؟ لما يكون عندك بيانات كتيره ومعقده، لو عايز تعمل تقرير سريع وتحليل من غير ما تضيع وقت المعادلات، هي بص الجمله دي والله يعني حاسس بينا والله، بيساعدك تكتشف الانماط في البيانات باختصار. البيفت تيبل ده اداه قويه جدا، وفعلا اداه قويه، ولازم يا جماعه لازم لازم ولازم لازم بص يا شباب، و البيفت تيبل ده ما ينفعش مش بص. بص يا شباب الكورس ده صدقوني والله انا جايب لكم فعلا الحاجات اللي بتستخدموها في الشغل. والله مين هنا في حد هنا شغال؟ يعني لو حد هنا بيشتغل يا جماعه، انا ما بجيب لكوش حاجه اللي هو مثلا اقول لك ايه، ايه رايك مثلا في معادله وات اف او سولفر؟ الحاجات دي ما بتستخدم، يعني استخداماتها بسيطه. انا بجيب لكم الحاجات اللي هي فعلا فعلا انتوا هتخلصوا من هنا تروحوا تشتغلوا، يعني لو لقيتوا شغل مش هيخرج عن الحاجات اللي انا بقولها دي. كده احنا ليه ما بنستخدموش وليه بنستخدمه وهكذا. نيجي بقى للتاتا. بصوا كده، تعالوا كده نصغر الكلام ده كده شويه. احنا ده محل بيتزا، يقول لك ايه الاوردر اي دي. الاوردر اي دي يعني ده رقم الاوردر اللي هو بيديله زي حاجه اسمها برايمري كي، يعني حاجه في السيكوال لما تيجوا تدرسوه في حاجه اسمها برايمري كي تعرفوها دي بعدين. ده بتوع السيكوال اللي هلكوا يعني، بس دي يعني الاوردر اي دي بيعمل لك زي ايدنتيفاي، او بيعمل ايدنتيفاي للرو. اي رو ليه رقم يونيك اسمها برايمري كي. ده اوردر اي دي. البيتزا اي دي اللي هو لوك اب كود، اسمه ايتم لوك اب كود يعني. الكاستمر نيم والكوانتيتي اللي هو العدد، والاوردر ديت اللي هو الاوردر، والاوردر تايم ده بالوقت وبالتايم، واليونت برايس اللي هي سعر الوحده، وتوتال برايس. توتال برايس ده اللي هو ايه، بتضرب سعر الوحده في الكوانتيتي فيطلع لك التوتال برايس. البيتزا سايز ده ميديوم ولا لا، بيتزا كاتيجوري كلاسيك ولا تشيكن ولا فيجي وهكذا. والبيتزا انجريدينتس اللي هي بيبروني وهكذا، والبيتزا نيم. ده جدول كده عن محل بيتزا نطلع منه بايه. ده 500 روح، حاجه بسيطه جدا يعني، مش في حاجات بيجي لك بقى بالالوفات يعني. نطلع منه بايه؟ فمثلا نطلع مثلا منه، مثلا وانا بشرح حاجه لو انا عايز افهم حاجه اقول له مثلا ايه، حاجه زي اللي لسه عاملها دلوقتي، اقول له مثلا انا عايز اعرف البيتزا سايز، من احنا بنبيع كام فلوس من بيتزا سايز، يعني احنا ايه اللي شغال عندنا في السايزز، يعني ميديوم اكتر ولا اللارج اكتر ولا الاكس لارج. فاهمين قصدي يا شباب؟ ف مثلا نقول له مثلا ايه، انا عايز اعرف الاوردر ديت احنا ايه الايام اللي شغالين فيها اكتر من الايام الثانيه، صح؟ يعني ايه الايام اللي احنا عندنا فيها الهيت عالي وفي الايام الثانيه اللي نايمه. ده كل ده من الجدول، يعني فاهمين قصدي؟ يعني انتوا حد عنده افكار يفكر معايا يعني، مش انا لوحدي. مثلا انا عايز اعرف مثلا كام بيتزا كاتيجري بيطلع منها فلوس، او بيطلع منها كاتيجري، او بيطلع من يعني ايه اللي بيتباع منه فلوس اكتر وايه اللي بيتباع منه كميات اكتر. ما انت ده بقى المايند سيت بتاعتك دي، بقى انت بتبقى انت شغال بتشغل دماغك فيها. يعني انت ايه مثلا، انا عايز اعرف فيه تفاصيل كتير قوي. يعني مثلا ممكن اقول له ايه، انا عايز اعرف افريج يونت برايس احنا بنبيع بقد ايه في اليوم. الافريج يعني احنا مثلا انا عايز اعرف الافريج بتاعنا كده كام في اليوم. نعم، متوسط طبعا يوميا بالظبط، احنا عايزين نعرف المتوسط بتاعنا قد ايه. افرض مثلا عايز اعرف احنا علينا على المتوسط ولا لا، طب لما نزود بيع اكتر هل المتوسط يعلى معانا ولا لا. ما هو دي بقى دي المايند سيت، دي ده البيزنس. فاهمين قصدي ايه؟ كل ده نحله في البيفت تيبل. بصوا يا شباب، البيفت تيبل انا بقسمها لكم كذا حاجه كده، وهنشوف دلوقتي ايه اللي انا مقسمه ده. تعالى كده نشوف الداتا. بيقول لك الداتا، نفترض مثلا احنا عايزين، بيقول لك اول حاجه في البيفت تيبل احنا عايزين نعمل كرييت بيزك بيفت تيبل خالص، الحته اللي فوق دي. هنيجي نعمل هنا، نيجي نقف هنا وهنلاقي قائمه اسمها قائمه انسرت. انسرت اهي، هنلاقي حاجه اسمها بيفت تيبل، هندوس عليها كده هتلاقي علامه الدوت اللي هي الداش دي، او اللي هي العلامات اللي هي اللي هي العلامات دي كده، شايفين؟ نعيدها تاني؟ ماشي. بصي احنا هنيجي نقف، طب اقربي اهو، في فيها مكان. معلش هو لازم ده يبقى تيبل ولا يعني ما ده سله قاعد ايه؟ مش تيبل. لا على فكره ما بحبش التيبل، على فكره برخم. اول ما اكتب اي حاجه اهو تلاقي كل حاجه جريت معاك، لو كتبت معادله تلاقي نزلت معاك، فلا انا ما بحبش التيبل. بصوا يا شباب يلا، عشان النهارده بقى جايين نعمل داشبورد. داشبورد ده ايه، حلم الملايين. بصوا يا شباب هنيجي نقف هنا اهو،
وهنيجي نكتب هنا نيجي ندوس هنا كده نقف اي حته في الجدول يعني جوه الجدول يعني انت جيت ودوست هنا كده في الحته الفاضيه دي كده ودوست بيفت تيبل دوست اوكي هيقول لك فين انا مش لاقي حاجه فلازم تبقى جوه الجدول انت بمجرد ما تيجي جوه الجدول ده كده وتدوس انسرت هو عمل لك اوتو ديتكت اللي هو عمل استكشاف للجدول كله ديتكشن كله فهو قال لك ايه دي الخلايا كلها فبيقول لك انت عايزها عايز النتائج اللي تطلع تطلع في نيو ورك شيت يعني حاجه شيت جديد خالص ولا في اكزيستنج فاقول له انا عايزها في نيو يعني او لا انا عايزه في الاكزيستنج قصدي في اكزيستنج طب يقول لي الاكزيستنج ده فين حتى حاطط لي لوكيشن فبقول له دوس هنا كده واقول له انا عايز اللوكيشن ده يبقى هنا كده في الحته دي كده يعني يطلع من اول هنا لا اما في نيو لا اما في اكزيستنج صح وصل كده يا شباب وبعد كده فك دي كده ودوس اوكي وصلت الموضوع سهل جدا بيطلع لك على شكل مربع كده وبيطلع لك بالشكل ده كده اسمه بيفت تيبل فيلد دي فوق ايه فين ماشي بصوا يا شباب انتوا معايا الرجاله اللي ورا تمام انتوا كويسين ماشي بصوا فده كده ده الشكل هيطلع لنا اول ما تعمل بيفت تيبل اهو تعالى نقربها كده شويه الفيلد دي 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 الكولومز اللي في الجدول كله دي الكولومز اللي هي مثلا بيتزا سايز الانجريدينتس الحاجات دي كلها وهنا كده دي الفيلد بقى اللي احنا بنكتب فيها الفيلد دي بقى مقسمه من اربع حاجات اول حاجه اسمها الفلتر وده هنشوفه جزء كده منه فيه بس استخدام الفلتر ده مبقاش كتير قوي بيبقى بنستخدم الثلاثه اللي تحت اكتر وجزء الكولوم طبعا احنا مش محتاجين نقول الكولوم اللي هي العمدان والرو اللي هي الصفوف والفاليو دي اللي بنعمل فيها المعاملات الحسابيه او الحاجات الحسابيه اللي احنا نعملها طب تعالى نقول الو تعالى احنا بنقول ايه دلوقتي احنا بنقول احنا عايزين نجيب كام بيت سايز يعني ميديوم واللارج وكده اتباع منهم فلوس قد ايه فهندوس بصوا اول ما اجي هنا كده في تعالى كده نكبرها تاني اهي البيتزا سايز اهي بمجرد ما هاجي ادوس على البيتزا سايز البيتزا سايز دي كده هي نزلت في الرو ده انا لازم كده هي نزلت في الرو فالرو اهي حتى هي 4 5 6 7 اهي تمام طب عايز مثلا الفلوس التوتال برايس هنروح عاملين كده في التوتال برايس تدوس عليها بس دوسه طويله دوسه واحده بس هو حسبها لي هو جمعها لي نعم حاضر هو احنا بس نمشي بقى يا باشمهندس ما تقدرنا طب ايه ممكن يبقى فلوسه يعني ممكن فلوسه اكتر بس كمان انا عارف هوريك دلوقتي بص يا شباب فبمجرد ما دوست على التوتال برايس او ما دوست عليها عمل لي صم فممكن بقى تعمل الصم دي كذا معادله في صم في كاونت في افريج يعني ممكن تيجي تقف هنا كده تيجي في حاجه اسمها فاليو فيلد سيتنج فاليو فيلد سيتنج اهي هتلاقي في حاجه اسمها صم كاونت افريج ماكس من برودكت حاجات كتير جدا وفارب وفار دي انا بصراحه ما اعرفهمش انا ما جربتهمش قبل كده فالحاجات دي خلاص وندوس بس انا خليها في الصم يعني خليها في الصم تمام فكده احنا عملنا ايه ده البيزك بتاعنا البيزك اللي هو ايه اللي هو جاب لنا اللارج في الرو انتوا عارفين كمان ممكن تخلوها كمان في الكولوم يعني لو سحبت من الرو دي ما اعرفش فار دي اللي هي في الباور بي قصدك قصدك الفار دي قصدك ايه ايوه انا فاهم الفاري هي فاريبل ولا فاريانت تاني كده سامع ماكسيمم ناقص ايه اسمها فاريوس فاريوس لا بصراحه ما جربتهاش في بار في بار في الباور بي اي لا في بار في الباور بي اي اسمه فاريبل وفي بار في الباور بي اي في الفاريبل اللي هو في البايثون لو تعرفوا البايثون اللي بتكتب حاجه وتقول له ده الفاريبل بتاع ما انا ما اعرفش بقى فاريبل ولا فاريبل في توميتو بوتيتو ما مش عارف بصوا يا شباب فهنيجي هنا كده ده الصم فكده اللي هو ده الرو فبمجرد لو انت جيت سحبت من الرو عملتها في الكولوم هتلاقي الحاجه كلها اتنقلت في الكولوم كده يعني اللارج ميديوم كده فاهمين قصدي ايه بدل ما تبقى رو بقت كولوم هي سهله جدا على فكره الموضوع مش صعب اهي ولو انت نقلتها في الفلتر هتلاقي بص الفلتر بعمل كده اهو ممكن تفلتر على دي يعني مثلا تقول له انا عايز اللارج بس هتدوس اوكي هيجيب لك اللارج بس 4000 طب لو جبت مثلا الميديوم هيقول لك بقت 2200 فاهمين قصدي ايه مش راضي يطلع ايرور ازاي طب اجي لكم بقى
مش هاجي لهم كده بقى. لا ما عشان فوق يعني انا بصوا يا شباب فكده خلاص كده يا شباب معلش هنكمل بس نكمل معلش معلش انا متاسف. بصوا يا شباب فبمجرد ما انت نقلتها من الروز او للكولوم الاثنين واحد يعني بس طبعا يستحسن في الداتا كتير تنقلها في الرو عشان الرو تبقى الداتا كده عشان لو الداتا كده هو الطبيعي انك بتمشي لتحت مش بتمشي بالجنب يعني لو اسامي موظفين ما ينفعش اسامي موظفين يبقوا بالعرض كلهم لازم يبقوا تحت بعض فاهمين قصدي ايه فكده ده الكرييت البيزك تيبل بيزك تيبل خالص ده البيزك بيفت تيبل. طب تعالى مثلا نعمل تو كالكوليشن زي الباشمهندس ما بيقول لي فهنيجي هنا كده هنيجي هنا كده نعمل برده تاني عشان بس نعملها مره كمان يا كده معايا كده يا جماعه كويسين انسرت بيفت تيبل هيقول لي انت عايزه في نيو ورك شيت ولا في اكزيست اقول له لا في الاكزيست واقول له هنا كده واروح عند بيفت تيبل دي واحطها هنا كده هو بيقول لي بقى ايه هنا بيقول لي انا عايز تو كالكوليشن يعني عايز مثلا عدد القطع وعدد المبيعات ادوس اوكي فيقول لك ايه هنقول له اللارج اهي البيتزا سايز اهي تمام زي ما احنا ونقول له على الكوانتيتي هنسحبها هنا كده والتوتال برايس هنسحبها هنا كده فكده جاب لي تو كالكوليشن اللي هو عدد القطع تو معايا ولا طب تعالى نكبر الكلام كده شويه عشان يبان اكتر اي يعني جاب لي عدد الكوانتيتي جمع لي عدد الكوانتيتي وكمان جمع لي الفلوس كده وصل الكاشفه فدي كده تو كالكوليشن انت تقدر تعمل تو كالكوليشن في اكتر طبعا من كالكوليشن بقى طب تعالى نيجي على اللي بعديها بص بقى بيقول لك ايه اعمل لي انا عايزك بقى لا انا عايز بقى تدلعني شويه تعمل لي سيجمنت كده سيجمنت يعني ايه يعني تعمل لي شويه كولوم وشويه رو فاهم يا باشمهندس هوريك دلوقتي نيجي نعمل هنا كده نكبر دي كده نعمل انسرت بيفت تيبل وهنيجي في الاكزيستنج دي طبعا عشان ندور في الاكزيستنج مش هنعمل نيو ورك شيت اهو ونعمل دي كده هنا وفي البيفت تيبل هنا ونيجي ندوس على هنا كده هنقول احنا عايزين الداتا تبقى في الحته دي خلاص وهندوس اوكي فهنا بقى نعمل ايه بقى هنا بقى يا باشمهندس بقى نيجي نعمل بقى لقطه حلوه نقول له مثلا الكاتيجوري مع اللارج مع السايز يعني مثلا نقول له ايه انا عايز الكاتيجوري تبقى في الكولوم والبيتزا سايز تبقى في الرو والتوتال برايس تبقى في الفاليو السلام عليكم السلام عليكم اهو كده فاهمين قصدي ايه يعني اللارج في التشيكن باع ب 1100 وفي الكلاسيك باع ب 685 هو في يا باشمهندس هو في بجد والله هاو لو دوست بقى هنا كان بيه بس انت شايفني انا عايز بس اعمل اللقطه دي اخلص بس الاكسرسايز ده وعينيا ليك حاضر يا باشمهندس هي الكميات عندك مشكله تمام هي رقم 5 في البدايه ايوه تمام حاضر يا باشمهندس ماشي حاضر خلاص كده يا شباب نكمل اكسرسايز خلاص كده عشان نزودها كده يعني نوسع كده شويه خلاص كده فكده احنا عملنا ايه طب نشيل عشان الباشمهندس بقى نشيل دي كده احنا ممكن بقى ايه بصوا يا شباب النقطه دي احنا ممكن نشيل التوتال برايس دي كده ونخليها الكوانتيتي عشان الباشمهندس ما يزعلش كده وصلت كده فباع من التشيكن 53 قطعه وهنا بقى بيجيب لك الجراند توتال الجراند توتال اللي هو التوتال ده كله وصل كده اللي هو بيجيب لك توتال المجموع فاهمين قصدي ايه كويسه ولا عطلانه لا عطلانه هو كده انت مش عاجبك حاجه لا مش عاجبك حاجه يعني كده الموضوع ده كده وحش يا راجل يعني انا دلوقتي لما اكون عايز اعرف انا عايز اعرف التشيكن وال بقى منهم من كل سايز قد ايه دي التوتال ده ما يجيبش اي حاجه خالص ولا السلام عليكم طب تمام نكمل بص دي بقى اللي هو ايه والكاتيجوري الكاتيجوري تبقى في الكولوم وصل كده طب تعالوا بقى
الكاتيجوري في كاتيجوري اللي هي الكاتيجوري اللي هي سوبريم مارشال كلاسيك وفيتشي اللي بياكل بيتزا يا فندم. تعالوا بقى نعمل بقى سيجمنت بقى على اكتر من حاجه. يعني مثلا ايه يا باشمهندس بقى نعمل ايه بقى؟ نعمل السايز في الرو ونعمل الكاتيجوري في الكول ونعمل البيع والكوانتيتي في الفاليو. ايه رايك بقى؟ يعني احنا بص هندمر الدنيا. هنيجي هنا كده اهو ونيجي في الداتا ونعمل كده ونعمل انسرت بيفت تيبل وبعد كده نعمل في اكزيست ورك شيت وبعد كده اجي اقول له حطها لي في الداتا هنا كده واقول له اوكي. اقول له بقى انا عايز السايز يبقى في الرو وعايز البيتزا كاتيجوري تبقى في الكولوم وعايز التوتال برايس يكون في الفاليو وعايز الاوردر الكوانتيتي تبقى هنا كده. فبصوا بقى اللحظه بصوا اللقطه الجميله دي بصوا 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 المنظر الغريب ده. انا بس اوسع كده شويه كده عشان تشوفوا المنظر. بصوا اعملوها كده وبعد كده نرجع نعمل. انتوا شايفين اعملوها بصوا اهي انا هعملها هنا كده اهي شوفوا كده احنا عملتها ازاي اهي اعملوها زي ما انا عاملها هنا. حضره البيفت تيبل دي لازم ابقى قاعد كده والناس تقعد تشرح قصادي. حاضر لازم الناس تشتغل معايا في البيفت تيبل لازم تشرح اهو. يحيى انت كويس بجد والله انت عرفت انا بعمل ايه؟ الاونلاين انتوا معايا اونلاين؟ الو تمام 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 حاضر حاضر هات يا اسلام انت بتعرف حاجات قبل ما انا ماشي كاتيجري كاتيجري ماشي يلا بقى خلاص كده احنا كده كويسين تمام بدلي براحتك بقى. يعني ممكن نشيل الكاتيجري ده يا شباب بصوا عشان تبقوا عارفين انتوا ممكن تعدلوا يعني ممكن تخلوا الكاتيجري يبقى في الرو والسايز يبقى في الكولوم. يعني بصوا نعكسها كده يبقى كده وتبقى كده. انتوا فاهمين ولا ايه؟ ماشي ماشي يعني حاجات كتير. بصوا وفي سيجمنت تاني بصوا يا شباب عشان بس تبقوا عارفين اللقطه دي انتوا ممكن مثلا تاخدوا البيتزا كاتيجري دي معايا. انتوا معايا يا شباب ولا ايه؟ ممكن تاخدوا البيتزا كاتيجري دي وتحطوها هنا تبقى كده بالمنظر ده انتوا شايفينه ده اللي هو يبقى اللارج احنا بعنا قد ايه منه كده كده احسن كده احسن ماشي براحتك. يعني قصدي في كذا تفصيله اهو تسحبها في الرو في الرو بالظبط بالظبط كده وصلت كده يا شباب. يعني قصدي ان انتوا تقدروا حاجه اسمها مانيوبليت اللي انتوا تقدروا تعدلوا في تلعبوا في الداتا براحتكم. وصلت تمام كده كده تمام كويسه كويسه ماشي اوكي. لا بس انا مبسوط والله انا مش متضايق على فكره فعلا مبسوط انا بحب قوي على فكره الاسئله دي. عايز احط التاريخ انا مبسوط والله صدقني انا فعلا مبسوط. قول لي انت عايز تعمل ايه؟ تعال نخليها على جنب كده شويه يا باشمهندس احنا هنعمل والله العظيم انا بوريك كل حاجه وحياه ربنا انا هعمل لك اللي انت عايزه. حاضر انا بس بوريك البيزكس وبعد كده هنتعمق براحتنا خلاص ماشي. بصوا يا شباب ده كده البيفت تيبل خلاص كده احنا وصلنا كده لمرحله كويسه. سيبوني بقى انا اتصرف شويه بقى مع الزكاه يا شباب ممكن ولا ايه؟ انطلق ماشي اوكي. هنرجع كده تاني شويه. انا نفترض بقى ان انا عايز اعمل مثلا شويه داتا كده انا عايز اعملها هقول لكم ليه هنعملها بعد كده. هنفتح كده هنعمل كده بيفت تيبل ونقول له انسيرت. ركزوا يا جماعه في اللي انا بقوله ده واقول له بيفت تيبل واقول له اوكي. البيفت تيبل دي بقى ممكن نعمل ايه؟ اقول له مثلا ممكن اخلي الكاتيجوري بيتزا كاتيجوري تبقى هنا و فين البيع 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 التوتال برايس تبقى هنا تمام يا شباب تمام يا شباب الحته دي. وممكن نحط بقى الاوردر ديت
اللي هو الاوردر اوردر اوردر دي ونحطه هنا كده. بصوا بقى يا شباب، اول ما حطينا الاوردر دي ايه اللي حصل؟ ركزوا بقى معايا، معلش انا اسف، ركزوا بقى معايا اللقطه دي. اول ما حطيت الاوردر دي حصل ايه؟ نقلني الاوردر ديت من اول شهر يناير لحد ديسمبر. طب انا عايز اعرف هو ليه عمل لي اللقطه دي. طب تعال نرجع كده للديفينيشن دي، قصدي للداتا دي، وهنيجي نعمل هنا كده اوردر ديت. قال لك ان السنه كلها سنه 2015، يعني احنا في سنه 2015 مفيش سنين ثانيه، تمام؟ ففي حاجه بالظبط هي مقسمها. طب انا دلوقتي مش عايز الشهر، انا عايز مثلا وليكن الكوارتر، انا عايز الهاف، كل 6 شهور، كل 3 شهور. هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي نعمل هنا كده دوس كليك يمين، او مش لازم، لما اجي اقف هنا كده عليها هتلاقي هي اتقسمت لوحدها اهي مانث داي اوردر ديت. خدت بالكم اللقطه دي؟ لا هو في حاجه، انت ممكن بس لحظه بس اسال عشان الحته دي معروفه لي. معلش هي انا تنور دلوقتي ماشي كده. بصوا يا شباب، بصوا يا شباب بقى اللقطه دي. فهنا لما تيجي تبصوا على الموضوع ده هتلاقي مانس داي اوردر ديت. فلو انا شلت المانس ايه اللي هيحصل؟ لو انا بصوا عشان تشيلوها في كذا نوع، في كذا طريقه. دوس كليك يمين، دوس قصدي على السهم اللي هنا كده، في حاجه اسمها ريموف، ريموف فيلد عادي. لو دوست ايه اللي هيحصل؟ جاب لي بالايام من اول يوم 1/1 لحد يوم 31/12. فيعني انتوا اول ما تيجي تمشي كده بصوا هتلاقوا، بصوا حاجات كتير قوي. ولو انا شلت الدايز بقى اللي هي الدايز، هيجيب لي بقى الداي اللي هو مكتوب هنا، اللي هو مكتوب بالمنظر ده كده، اللي هو 1/1 اللي هو 1/1/2015. فاهمين قصدي ايه؟ هيبقى بالمنظر ده. ما انا بقول لك اهو، احنا بس بوريك هنيجي نعمل هنا. فايه اللي بيحصل؟ ان انا لما اجي اجيب الاوردر ديت هنا كده واسحبه هنا تاني كده، هو طبعا قسمها لي. طب انا عايز بقى اقسمها تقسيمه غير التقسيمه اللي هو قسمها كوارتر. هندوس كليك يمين هنا، في حاجه اسمها جروب. لو دوست كليك يمين على الديت، على الديت، لو دوست قربوا يا جماعه هنا عشان تشوفوا، شوفوا لو دوست كليك يمين على الديت على جان مثلا دي، هتلاقي في حاجه اسمها جروب. لو دوست على الجروب دي قال لك بقى انت عايز تقسمها ازاي بقى، كوارتر، ييرز، اورز، مينيتس. وكمان بقى ممكن تقسمها، ركزوا بقى، انا ممكن اقسمها كمان في الدايز كل قد ايه. يعني ممكن اقول مثلا كل 15 يوم، فيعني الشهر يتقسم على 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 تو هاف. فاهمين قصدي؟ فدي حلوه دي على فكره، دي يعني ممكن لو انا عملتها ككوارتر، دوست عليها كده ودوست اوكي، هيقسمها لي كوارتر 1 وكوارتر 2. فلو انا شلت الدايز دي، بصوا لو تلاحظوا كوارتر 1 دي جابت تحتيها الارقام كلها، فلو انا شلت الدايز دي كده قال لي كوارتر 1 كوارتر 2 كوارتر 3 كوارتر 4. السلام عليكم، وصل كده؟ بس دوس كليك يمين على الديت، كليك يمين على الديت، في حاجه اسمها جروب كده. وصل كده يا شباب؟ نستمر نكمل عشان بس الموضوع لسه فيه تفاصيل شويه. خلاص فكده احنا عملنا الجروبنج والكلام ده. طب لو انا دلوقتي لو انا عايز اشيلها بقى خلاص، اروح شايلها كده واسيبها كده، يعني اسحبها وارميها في الهواء كده، هي تشيل. طب لو انا مثلا ايه عايز ارجعها تاني اهي كده، ونخليها هو سبحان الله هو قسمها لي ككوارتر واحد. طب انا مثلا عايز ازود مثلا حاجه، مثلا اقول له مثلا بدل السب التوتال برايس دي اخليها مثلا تبقى كوانتيتي كوانتيتي حاضر اهي ككوانتيتي، واخلي بقى بدل الكوارتر ده اخليه بدل ما يكون في الكولوم اخليه هنا كده في الكوارتر، واخلي البيتزا كاتيجري دي تبقى هنا كده. فاهمين قصدي ايه؟ شايفين الشكل اتغير ازاي؟ بدل ما كانت الكوارتر فوق بقت الكوارتر تحت، وبقى الكوارتر انت ماشي فين؟ يعني انت فاهمين قصدي ايه؟
بدل ما كانت بصوا كده التفصيله دي كده بدل ما كانت التشيكن في الكوارترات ماشيه ازاي لا هو يجيب لك الكوارتر اتباع فيه كام حاجه فاهمين قصدي فاهمين التفصيله على فكره التفصيله دي اختلفت تماما خدتوا بالكم يعني بدل ما كان التشيكن دي بدل ما كان الكوارتر ده بيتباع في الكوارتر كام نوع بيتزا فيه لا قال لك لا انا ممكن اخلي النوع البيتزا اتباع كام مره في الكوارتر التفصيله دي لوحدها اتفضل اتفضل ما هو البيزنس كتير بقى تفاصيل البيزنس كتير تعال اتفضل بسرعه عشان الموضوع ماشي فانا بس عايز اوصل لكم ان انتوا تقدروا تغيروا على حسب البيزنس طالب ايه يعني او انتوا رايحين فين تمام ده كده الكوارتر فممكن مثلا نقدر مثلا نعمل ايه تاني هقول لك انا تاني ايه تاني ايه تاني تعالى نجيب مثلا انا عايز ابص كده على الداتا الاول عشان ابص كده عليها تعالى نجيب التوتال البيئه دي ونحط فين الكوارتر كوارتر كوارتر اهو تمام وفي حاجه اسمها شو فاليو از بص اوريكم تفصيله حلوه جدا شايفين الجراند توتال ده الجراند توتال دي حلو ده يا باشمهندس هتعجبك الموضوع ده هيعجبك والله الجراند توتال ده بيجيب لك ايه بيجيب لك التوتال بتاع المبيعات بتاعه الكوانتيتي بتاعه التشيكن مثلا فلو انت دوست كليك يمين كده مثلا في حاجه اسمها شو فاليو از لو قلت لك بص في بقى تفصيله من كذا التفاصيل دي ممكن اللي بيستخدم البيفت تيبل الريجولر ممكن ما يكونش عارف التفصيله دي تمام يعني ممكن في ناس بتستخدم بيفت تيبل عادي يعني في شغلها عادي بس شو فاليو از دي ممكن ما تكونش عارفينها دي بقى حلوه جدا في ايه شايفين التفصيله دي شايفين جراند توتال دي 96% فهو قلبها لك ان هي بقت 100% عارفين 100% وتقسمت كام وكل واحد واخد كام في الميه من الناس هوريكم دلوقتي كليك يمين شو فاليو از فروم جراند توتال او رو توتال قصدي رو توتال بص عمل ايه تعالى كده نوصل دي كده ونخليها كده دي طبعا الجراند توتال ده طبعا بيبقى 100% بيقول لك اللي تشيكن في كوارتر 1 طلع ب 18% بعد كده في كوارتر 2 بقى 30% فكوارتر 2 ايه علي انا بعاني والله اهو كده كويس كده وصلت كده تمام كده زي الفل في كوارتر 1 في كوارتر 1 كانت المبيعات اللي تشيكن كانت 18% فكانت بسيطه طلعت في 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 كوارتر 2 بقت 30% فاهمين قصدي بعد كده نزلت 26% بعد كده خليتها على نفس المنوال فاعلى كوارتر عندنا في التشيكن هو كوارتر 2 حلو ده يا باشمهندس بس انا بعملها كمعادلات مش تنفع تعمل ك ك مثلا اوتلاير اوتلاير اسمها اوتلاير ممكن نعملها عارف انت فاكر سبارك لاين اللي احنا عملناه الشهر اللي ممكن نعمل سبارك لاين يعني ممكن يجي هنا كده ونيجي عند انسرت هي سبارك لاين هنا صح بالظبط اي جراف عادي صح 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 اي جراف عادي صح بس انا قصدي كسبارك لاين كالرو انا الرو انا بتكلم سبارك لاين كرو يعني اما الجراف العادي هيجيب لي كتوتال انت سلام عليكم ماشي صح صح الله ينور صح توب 10 توب 1 كونديشنال فورماتنج والله الناس بتذاكر الناس كويس والله طب كويس في كونديشنال فورماتنج يا باشمهندس لو عايز حاجه تاني نقول لك يعني يعني مثلا ممكن نعلم هنا كده اهو نخلي على دي كده ونيجي هنا كده هوم كونديشنال فورماتنج هايلايت توب لا توب 10 اهي اهي توب بقى 10 بيرسنتج مش توب 10 العاديه توب 10 بيرسنتج ونقول له انا عايز اعلى 2 مش اعلى ولا خليها على 1 يا باشمهندس انا معاك والله انت حضرتك عايز اهو اعلى 2 اهو قال لك جاب لك دي فدي كده ممكن تعمل دي كده وتروح بقى نازل على دي كده كنت دي كده وتروح نازل على دولك كده ايوه فكده نورت صح ولا سلام عليكم والله الناس هي يعني سريعه انا فاهم
انا فاهم. لا ما احنا فايدتنا بقى اللي احنا نعمل بقى ستوري تيلينج يا باشمهندس، دي بقى الستوري تيلينج، ان انت تكونفرت الداتا لستوري تيلينج. اوكي كده احنا وصلنا لمرحله حلوه جدا 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 اللي هي اسمها شو فاليو از. شو فاليو از دي بقى مليانه من الجراند توتال. اتاخرت شويه. طب نرجع تاني. نرجع لفين؟ شو فاليو از. احنا هنعمل كده شو فاليو از ونخليها نو كالكوليشن. دي كده التوتال اللي احنا كنا عاملينه، ونعمل هنا كده ونفك نعمل هنا كلير للرولز. ايوه هنيجي عشان نعملها نعمل ايه؟ هنيجي هنا كده، تعال نكبر الكلام كده شويه. هنيجي هنا كده ندوس كليك يمين عادي كده في اي حته في الـ في, الـ في الرو، ونقول له هنا شو فاليو از. شايفاها كده؟ بيقول لي من الرو توتال، الرو اللي هو التوتال ده كل واحد واخد نسبته قد ايه من 96. يعني 17 دي كام في الميه من 96؟ يعني لو قسمت 17 على 96 هيطلع لك الرقم. فاهميني ولا لا؟ فاهميني. يعني لو انت بصي هو من الاخر بيقول لك ايه؟ التوتال كله 96 وده واخد 17 و29 و25 وهكذا. فهو بيعمل ايه؟ بيروح قاسم ال 17 على ال 200 على 96، ال 29 على 96 ياخد كل اللي هي البورشن بتاعته. فنيجي نعمل هنا كده كليك يمين شو فاليو از من الرو، الرو توتال اللي هو التوتال بتاع الرو. خلاص اهو. رو توتال. فجاب لي الارقام دي، فطبعا انا بقربها بالمنظر ده كده بدوس كده. فطبعا جاب لي المنظر ده، فممكن بقى نعمل حركه ثانيه، ممكن نعمل ايه؟ كليك يمين برده في حاجه اسمها شو فاليو از بس بقى ايه؟ من الكولوم توتال. الكولوم توتال. حاضر. لا الجراند توتال دي ممكن تبقى انت بتتكلم في كذا كاتيجوري، ممكن يعني انت لو قسمت دول مثلا سايز، بص كده انت على سايز معاك. حاضر. ونسبته كام؟ حاضر. يعني لو عايزين نعمل مثلا 1000 واحده بيبقى فيها اكتر بقى من التوتال. ايوه صح. كويس انا مبسوط. هندوس كليك يمين شو فاليو از فروم جراند توتال. فين جراند توتال؟ جراند توتال. قال لك بص بقى ده 3% 5%. اعلى رقم هنا كام؟ تعالوا كده نبص كده نشوف اعلى رقم كام على راي الباشمهندس. تعال نعمل كونديشنال فورماتنج اهو. والله الموضوع حلو انا عجبني. ونجيب مثلا اعلى واحد اهو. اه والله 9 هي دي. يعني البي جي دي اعلى رقم. طب تعالوا بقى نشوف هالارقام. ايه رايكم بقى يعني رقم 9 دي اللي هي في الفيديو في كوارتر 3 كانت اعلى حاجه. طب ايه رايكم بقى نجيب التوتال بتاعها نعمل ايه؟ ها ممكن حد يسال؟ يعني احنا دلوقتي جبنا 9%. طب انا عايز اعرف 9% دي يعني كام؟ عامله كام كوانتيتي؟ ها لا بقى انا عايزها بقى جنبيها. هنعمل ايه؟ نروح شايفين الكوانتيتي دي تاني؟ شايفين الكوانتيتي؟ هنسحبها تاني. شايفين الكوانتيتي اهي؟ هنسحبها تاني جنبيها. فاهمين قصدي ايه؟ فكده عملت ايه؟ فكده عملت بصوا بقى، فكده بقى عندنا سم كوانتيتي 1 وسم كوانتيتي 2. ما هي كوانتيتي 1 وكوانتيتي 2 ايه؟ ففي كوانتيتي 2 نيجي نعمل ايه بقى؟ شو فاليو از ونخليها ايه؟ نو كالكوليشن. لا هي المفروض لا هي دي نمبر دي اهي نمبر اهي. اهي نمبر وده نمبر اهو. هي كده اهي نمبر وده كمان نمبر. اصل انا كنت علمت على الجدول كله ان هو برسنتج، ودي كده كلها نمبر اهو. احنا قلنا في كوارتر 3 في الفي جي في كوارتر 3 اهو. الكوارتر 3 اهو الجزء ده ولا لا الجزء ده؟ الجزء ده 9% فهي بايعه 46 قطعه. خدتوا بالكم؟ طب انا دلوقتي عايز اخلي كوارتر 3 دي على كل البلانكات اللي موجوده دي. شايفين البلانك اللي موجوده دي؟ يبقى تتقفل يعني. السلام عليكم. يعني على البلانكس دي اللي موجوده دي يبقى كوارتر 1 هنا يبقى كوارتر 1 هنا، كوارتر 2 هنا يبقى كوارتر 2 هنا. صح كده؟ هنيجي هنا كده وهنيجي حاجه اسمها بيفت تيبل لا ديزاين اوف ديزاين، وهنيجي عند ريبورت لاي اوت ونعمل هنا ريبيت. لما نيجي نعمل ريبيت نزلت لي الكوارتر 1 هنا بقت كلها. تعال اهو بص. نعم في حد كان بيقول حاجه هنا؟ هو في حد برضه بيقول حاجه هنا؟ انا ماشي لحظه. حاضر. بص اهو هقول لك. بصوا لما نيجي بقى شايفين الفاضي ده اللي هو البلانك ده، فممكن اخلي بدل كوارتر 1 دي انا ممكن ساعات اتلخبط واحسب الكوارتر 2 الاثنين دولت. ممكن اخلي كوارتر 1 على كل كل. فانا اعمل ايه؟ هاجي هنا كده في حاجه اسمها ديزاين، واجي عند ريبورت لاي اوت. بصوا يا جماعه اي كلمه لاي اوت قبلوها اللي هي تصميم الجدول، تصميم هنا، واعمل هنا كده ريبيت اول ليبل اهي. فبقت كده كوارتر 1 كوارتر 2 كوارتر 3 وهكذا. صديقنا كان بيقول لنا ان احنا عايزين نعملها كميرج. انا فاكر القصه دي بس مش فاكرها. بس
ثواني كده. اه مرجعي. اه اتفضل. مين اللي كان بيقول مرجع؟ مين اللي كان بيقول مرجع؟ حد كان بيسالني مرجع. اه بص اهي. بص دوس كليك يمين على الكلمة نفسها اهي. ودوس بيفت تيبل اوبشنز. وفي حاجة اسمها مرج اند سنتر سيلز. وندوس عليها وندوس اوكي. قال لك ان الكوارتر 1 اهو كله ده. كوارتر 2 اهي. وصل الكلمة؟ حلوة دي؟ تمام. فكده احنا وصلنا اللي احنا عرفنا. كام في المية وكام التوتال بتاعه. خلاص كده؟ طب تعال نشيل الكوانتيتي 2 عشان احنا كده كنا احنا شغالين على كوانتيتي 1 ونعمل شو فاليو از ونخليها نو كالكوليشن. تعالوا بقى اوريكم بقى حته حاجه كده رهيبه. دي احنا بنستخدمها يا باشمهندس بقى ايه في شغلنا والله العظيم والله. الموضوع ده يا جماعه الحته اللي جايه دي حته فعلا هتفيدكم جدا في شغلكم. بس قبل ما نعملها انا عايز اخلي بدل الكوارتر انا عايز اخليها تبقى بالمنث مش بالكوارتر. يعني هشيلها كده واحط الاوردر ديت. فين الاوردر ديت؟ نخليها في الكولوم ونشيل الكوارتر ده ونخلي الجروب نخليه يبقى بالمنص اهي كده اهي ويبقى بالمنظر ده كده. في بقى حته هنا كده جميله جدا اوريها لكم. في حاجه اسمها تعالوا نوريها شو فاليو از وحاجه اسمها برسنتج برسنت ديفرنس فروم. قصدي ديفرنس فروم. ديفرنس فروم يعني ايه؟ اللي هو عايز يعرف ايه الفرق ما بين. وندوس عليه. قال لي انت عايز تعرف الفرق ما بين البيتزا كاتيجوري ولا بالمنص؟ اقول له انا عايزها بالمنص. بيقول لي انت عايزها في البريفيوس ولا شهر مارس ولا انا عايز اقول له بالبريفيوس. هقول لك دي ليه. ندوس اوكي. ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ ركزوا في اللي انا هقوله. اللي حصل في الشهر ده ان هو بيقول لك ايوه بالظبط. حلوه جدا الموضوع ده. بصوا يا شباب في 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 ديفرنس فروم اوبشن اسمه ديفرنس فروم. الديفرنس ده بيعمل ايه؟ بيقول لك ايه اللي حصل له عن الشهر اللي قبليه. اللي حصل له على الشهر اللي قبليه يعني بيقول لك مثلا ايه شهر فبراير واقع بنسبه 43%. هو بيقول لك ان جان ده اعلى رقم فهو واقع شهر فبراير واقع عنه في التشيكن واقع ب 43% وجه في شهر مارس عالي بنسبه 50%. لا بنسبه شهر واحد. ما هو شهر واحد فاضي اهو سايب شهر واحد. يعني شهر واحد وبقى بيحسب من بعديه شهر اثنين. يعني هو كده حاسب من شهر اثنين مش حاسب من شهر واحد. ايوه بينسب بالنسبه لشهر واحد بالظبط. فاهم الحته دي؟ اللي هو بيحسب على الشهر اللي قبليه. بيقول لك ايه اللي حصل له على الشهر اللي قبليه. الكوانتيتي ضعيفه. طب ايه رايك لو قلبناها تبقى توتال بقى فلوس؟ فلوس تبقى اعلى شويه. لو خلينا الكوانتيتي دي كده ونخلينا كلمه فلوس هنا فلوس توتال برايس. هو احنا احنا لسه ما عملناهاش اساسا. احنا لسه ما قلبناهاش. يبقى شو فاليو از ديفرنس فروم بالبرسنتج بالبرسنتج ونخليها في البيتزا كاتيجوري ولا بالمنث. اقول له بالمنث ونخليها بالبريفيوس. او ايوه كده بتحسب. بصوا طلع بنسبه 39% بالفلوس وبعد كده في ابريل طلع بنسبه 83%. بعد كده في مايو طلع ب 7% زياده عن 83. هو شهر واحد هينسب ليه؟ شهر 4 شهر 1 ولا شهر 3؟ لا بشهر 3. اه طبعا. هو ليه بقى اخر ليه؟ هو مفيش قبليه؟ هو انا معاك على فكره. شوف انا ماشي وراك على فكره. تمام؟ بالظبط 83 بالنسبه ل 39 فهو زاد عن ال 39 كمان ب 83%. هو احنا عشان نعمل شو فاليو ايه وبعدين؟ ديفرنس فروم اللي هي برسنتج. وعلى فكره في ديفرنس فروم اللي هي بتبقى بارقام اهي. في ديفرنس فروم اهي ارقام. اقول له تبع المانس واقول له في البريفيوس اهو اهي. لا تعالى بقى نخليها بقى دي ايه هتبقى ارقام. اهو بص اهي نزل عن احنا قايلين سم توتال برايس. لا ده توتال برايس. لا مش كده هتبقى بالفلوس. لا هتبقى دي. لا مش تبقى الثانيه. خليها دي كده ونخليها دي كده. الدنيا بص ثاني كده نعمل نرجعها من الاول تاني اهي. توتال برايس اهي. وبعد كده ايه التوتال برايس العبيط ده؟ توتال برايس نروح عاملين دي كده شو فاليو از ديفرنس. لا مش عايز ديفرنس فروم دي. انا عايز ديفرنس فروم اللي هي بال بال بالبرسنتج اهي بالمنث ونقول له دي بس كده اهي.
ونعملها كده عشان ايه نصغر بتاع دي شويه. فمين قصدي يا شباب الموضوع ده على فكره مفيد جدا. انا بالاوردر بالديت بالديت اه. فمين قصدي يا شباب يعني بص الشهر ده بتاع سوبريم في شهر 6 ده طلع ب 164%. ده الرقم ده ضرب رهيب يعني تلاقيه باع بكتير جدا. فمين قصدي ايه ديفرنس فروم نعم تمام الحمد لله. ففي بقى ديفرنس فروم كتير قوي. فهو ده بس انا قصدي عليه. في بقى رانك بقى حد يعرف يعني ايه رانك؟ رانك رانك ترتيب صح. فممكن بقى تقول له رانكات الرانك اللي هو ايه تقول له مثلا من لارجست تو سمولست اي. فعن طريق البيتزا نقول له عن طريق البيتزا كاتيجوري رقم واحد ده اعلى نسبه. كل ما الارقام تزيد كل ما النسبه تقل. وصل كده يا شباب؟ رقم واحد ده اعلى نسبه كل ما الترتيب الاول كل ما النسبه تزيد كل ما النسبه تقل. بس الرانك ده بصراحه مش بنستخدمها كتير. يعني افترض مثلا واحد بيع ب 100000 جنيه واللي بعديه بيع ب 40000 فالتاني اول واحد ياخد 100000 جنيه والتاني ياخد رانك 2. بس ده في فرق شاسع ده في فرق 60000 جنيه. فالرانك دي ساعات ما بتبقاش دقيقه. يعني قصدي ايه الرانك دي مش بتصور النسبه. يعني لو البيزنس مثلا بقول لك 100000 والتاني اللي بعديه ب 40000 في فرق 60000 فانت اللي بعديه ده هيبقى واخد رانك 2 يعني ده من التوب اتشيفر مثلا وهو اساسا في العادي هو ما حققش حاجه قليل جدا. فاهمين قصدي ايه؟ وصلنا كده للبيفت تيبل كده يا شباب. كده احنا وصلنا للبيفت تيبل. بس في حته بس بسيطه جدا ان انت البيفت تيبل ودي بنسبه كبيره ممكن مفيش حد عارفها. البيفت تيبل تقدر تعمل فيه معادلات. تعالى نشوف نلغي ده كده خالص كده عشان الشيء تحس يضرب كله. نلغي كده خالص ونيجي نعمل البيفت تيبل اهو ونقول احنا عايزين الناس اللي بايعه نضربها مثلا في 14% اللي هي ايه الضريبه المضافه كده المضافه. ندوس انسرت بيفت تيبل اوكي. احنا كده عملناها على فكره دوسنا في نيو ورك شيت على فكره ما اخترناش نيو ورك شيت تمام. بعد كده هنختار مثلا وليكن البيتزا كاتيجوري زي ما احنا ماشيين عادي خالص زي ما احنا مترمين والتوتال برايس اهو ونقول له ايه التوتال برايس ده انا عايزك تضربه لي في 14%. هنيجي هنا كده وهنيجي كده في الحته دي كده شايفين الكالكوليشن دي حتى من اسمها باينه كلمه كالكوليشن وانا حاجه اسمها فيلد ايتمز اند سيتس اي ونعمل كالكوليتد فيلد. بصوا يا جماعه كالكوليتد فيلد دي انتوا هتقابلوها في كل حياتكم في الباور بي اي في اللوكر. حد يعرف لوكر برنامج لوكر؟ وبالمناسبه انا هشرح لكم لوكر بعد الاكسل. ف في باور بي اي في حاجه اسمها كالكوليتد فيلد او كالكوليتد تيبل او كالكوليتد كولوم وفي في لوكر في حاجه اسمها كالكوليتد فيلد برده. كالكوليتد فيلد دي حاجه انت بتعملها جوه البرنامج نفسه. دي حاجه انت ما بتعملهاش مثلا نفترض مين هنا مثلا بيشتغل مثلا على البيفت تيبل مثلا اي حد مثلا لما تيجي تعمل معادلات بتعمليها في الداتا وبعد كده بتعمل لي ريفرش في البيفت تيبل صح؟ لا في ناس مثلا بتعمل في ناس مثلا بتعمل في الداتا. يعني نفترض مثلا بتيجوا هنا مثلا في الداتا وتيجي هنا بتعمل ريفرش بالظبط. يعني مثلا اغلبيه الناس تعمل ايه تيجي تعمل هنا كده في التوتال برايس هنا كده وتروح عامله بيساوي في 14% وبعد كده نروح هناك هنلاقي في الداتا دي كده هنيجي عند كلمه بيفت تيبل انلايز. حاضر اخر بس حته هي الحته دي وخلاص ونعمل ريفرش. بس نخلينا بس زي ما احنا ماشيين كده اهو في الداتا نقفل دي كده دي كده هنيجي نعمل كالكوليتد فيلد اهي كالكوليتد فيلد. يقول لي انت الفيلد بتاعك اسمه ايه؟ اقول له مثلا تاكس مثلا تاكس تمام. يقول لي الفورمولا انت عايز ايه؟ اقول له انا عايز التوتال يونت برايس ده التوتال برايس في 14% ونقول له اد ونقول له اوكي اتضافت اهي الرقم ده اتضرب في 14% فطلع لي الحته دي. ده الكالكوليتد فيلد وده البيفت تيبل. هنعيدها تاني؟ ماشي حاضر ماشي. يعني بص الحته دي اخيره يعني هنيجي هنا في الكالكوليتد فيلد انا ضفتها فانا عايز اشيلها. هنيجي نعمل هنا كده كالكوليتد فيلد وهنيجي فين احنا ضفناها في التاكس اهي اهي التاكس اهي قصدي ونعمل حاجه اسمها ديليت عشان انا ضفتها فامسحها تاني. طب انا عايز اضيفها اجي اقف هنا في البيفت تيبل واجي هنا كده في كالكوليتد فيلد واجي كالكوليتد فيلد اهي واقول له الفيلد بتاعي اسمه تاكس واقول له انت عايز تعمل ايه؟ اقول له التوتال برايس ده في دبل كليك عليه بعد كده يساوي في اهي 14%
وندوس اد ادي عشان اضيف ندوس اوكي اضافت اي واضافت اي في اف ممكن اف تعمليها صح انا عملت اف بس في اكيد معادلات مش يعني في لوك اب مش هتعرف تعمليها بتاني بس في لوك اب هتعمليها ازاي ما هو لازم جدول تاني ما مش موجود عندنا ففي الحاجات اللي ينفع تعمل جوه الجدول زي سم افريج ما اعرفش ايه اف على فكره ممكن تعملي اف فحاجات زي كده ناخد بقى بريك عشان الصلاه وبعد كده نرجع تاني different percentage في different عادي اللي انت تجيب الفرق ما بينهم الفرق ما هو ده different ما هو ده different انا فلكت صح انا فلكت بجد
Thank you.
هنعمل ايه؟ انا طب استنى لحظه، هو الفكره ان مفيش حد هنا مساعدنا، يعني مفيش حد هنا، محدش معاه موبايل شاومي يعني يعلي لنا التكييف شويه الانفراريد دي، موبايل سامسونج نوت يعني نوت في سامسونج نوت عندك يا شون؟ لا هي انفرا، هي مش برنامج، هي انفرا. شباب انتوا معاكم حد معاه موبايل شاومي؟ يعني عشان في انفرا اللي هو يعلي التكييف شويه، في حاجه ريموت بيعلي التكييف. ده 22 ده ده مش عارف ده. ينفع تقفل؟ يعني وبتقفل منه؟ هو اصلا مش ملوش توكلنا على الله. ف تمام كده يا شباب، ف نكمل ماشي. في حاجه تانية؟ الانسيرت تاني ماشي تمام. انت كنت بتفكر تخرج بس وخلاص. يلا نعملها تاني. بصوا يا شباب ثواني بس اشيل بس الانسيرت دي الاول. بصوا عشان بس طب تشيلوا اللي انتوا يعني تشيلوا الكولوم اللي انتوا ضفتوه اللي هو التاكس ده. كويسين يا شباب معايا؟ عشان تشيلوا الكولوم اللي انتوا ضفتوه اساسا اللي انتوا عملتوا له كالكوليتد. لا انا هشيله كده، انا هشيله بعد كده اضيفه تاني. ما انا هشيله واضيفه تاني، ايه المشكله؟ تمام. انا تمام كده يا شباب، انا هعمل كده انسرت فيلد دي كالكوليتد فيلد. تمام كده يا شباب نكمل. فيلد كالكوليتد فيلد، بعد كده اجي هنا كده تاكس اهي، بعد كده ادوس ديليت. ديليت دي يبقى انا كده مسحت ال يعني الكولوم كله من اول تاني. خلاص هنيجي بقى تاني، هنيجي نقف هنا كده فيلد اهي كالكوليتد فيلد، واكتب هنا اسم الكولوم اللي انا عايز اضيفه، اقول له تاكس اهي تاني تالت اهي، وهنقول له بقى ايه هنا كده نمسح الزيرو دي، واجي عند البرايس دي توتال برايس ادوس دبل كليك عليه، دبل كليك خلاص، واقول له شيفت 8 اللي هو شيفت استريك دي كده. انت اتحريت ولا ايه؟ انت لحقت؟ لا لا اه ماشي. 14% اهي، وبعد كده ادوس اد وادوس اوكي، فكده اتضاف التاني. دي كده الرابعه من كده، وصلنا كده تمام؟ تمام كده احنا خلصنا حته البيفت تيبل اللي هو ايه؟ عملنا البيزك بيفت تيبل، عملنا اكتر من مكان اللي احنا ننقل في الكولوم او في الرو او نعكس، وعملنا الجروب بتاعه الداتا بتاعه الديت اللي انت تعمله ككوارتر او بالسنه او بالشهر او هكذا او بالايام. فكده احنا خلصنا يعتبر البيفت تيبل، وفي طبعا تفاصيل البيفت تيبل كتير بقى يعني دي. يلا بينا. في طبعا في تفاصيل البيفت تيبل بقى يعني دي، انا جبت لكم الحاجات الشائعه او الحاجات اللي هي المهمه. وفي طبعا الحته بتاعه يلا يا دنيا. وفي طبعا في البيفت تيبل انك تقدر تعمل صور فلتر انك تيجي تقف هنا كده فينا فلتر تفلتر كده على تشيكن مثلا كده اهي، يجيب لك الـ الحاجه بتاعتها بس، او تعمل سيلكت اول تمام. وتقدر ان انت
تعمل ليبل فلتر اللي هو مثلا تقول له مثلا انا عايزك تختار لي على كذا او كونتين، وفي حاجه اسمها فاليو فلتر اللي انت تقول له انا عايز التوب 10 اللي هو مثلا كده، واختار مثلا اقل اتنين اعلى 2 ودوس اوكي. قال لك ان اعلى 2 هو الكلاسيكو الفي جي، اي دوس هنا كده في حاجه اسمها فاليو فلتر، فاليو اي في حاجه اسمها توب 10 اهي في الفلتر، اه في الفاليو بقى في حاجه اسمها فاليو جواه، ما في اهو بصي اهو فلتر اهي في حاجه اسمها فاليو، فاليو فلتر. تمام كده يا شباب؟ تمام يا يحيى؟ كويس. توب 10 اهي وتختار مثلا 2 اهي مثلا اهي وتدوس اوكي. قال لك اول 2 اهو جابهم لك. في بقى طبعا ان السورت، السورت السورت يعني ترتيب. دوس مثلا كليك يمين هنا في حاجه اسمها سورت، سورت لارجست سمولست اللي هي اعلى الاصغر او سمولست تو لارجست. تمام كده يا شباب؟ بالظبط. اه ما احنا قلنا، ما قلنا كده دوس افريج في فار اهي اللي هي كانت لسه كانت لسه في واحده كانت بتقول الفار دي اللي هي فاريس فاريس اه حاجه زي مش عارف. تمام كده يا شباب؟ فكده احنا بنسبه كبيره احنا كده خلصنا يعتبر البيفت تيبل. دلوقتي بقى نقدر ان شاء الله ان شاء الله تعالوا اوريكم بس كده. كده احنا عملنا البيفت تيبل اهو. نيجي بقى حاجه اسمها بيفوت تشارت. بيفوت تشارت، البيفوت تشارت دي دي زي التشارت العاديه خالص اللي احنا بنعملها بس على بيفوت، فدي بتبقى احسن بكتير قوي بكتير جدا. ليه؟ البيفوت دايناميك، البيفوت بيتغير، فالبيفوت كل ما بتعدلوا فيه حاجه كل ما في التشارت هتعدل. اخر بس حاجه في البيفوت تيبل عشان اقولها لكم، ان انت لو عدلت اي حاجه في الداتا بتسمى في البيفوت تيبل. يعني ممكن اهي كده احنا قايلين هنا في البيفوت تيبل على ايه؟ في الفلوس. احنا قايلين في اللارج 4000 صح؟ فنيجي هنا كده في الداتا واجي هنا في اللارج، فين اللارج؟ اهي كده، واخلي التوتال برايس ده مثلا 10000. تمام؟ لما اجي هنا في البيفوت تيبل ما سمعتش، لازم اعمل ايه؟ اجي هنا كده وادوس كليك يمين وفي حاجه اسمها ريفرش. لو دوست عليها كده قال لك 13000، لو انا زاد لان انا زودت 10000 جنيه زياده. طب هو كده هيرفرش اللارج بس ولا كله بقى؟ عمل ريفرش كله. اه بالظبط. في اهي في حاجه اسمها في الـ في الـ في البيفوت تيبل انلايز في حاجه اسمها ريفرش اول وريفرش عليه. ريفرش اول وريفرش عليه. خلاص؟ في حاجه في السيتنج ده بتخليها ريفرش اوتوماتيك. بالظبط. في حاجه في السيتنج بتخليها ريفرش اوتوماتيك. دوس كليك يمين هنا كده. اهي. بس في الريف في الكونكشن لا مش هنا، ثانيه. مش هتلاقي هنا، بتلاقيها في الـ بيفوت تيبل لا مش هتلاقيها هنا. اه اسمها ايه؟ بيقول لك ريفرش وين داتا اوبننج. ممكن اقول له ايه؟ اعمل لي ريفرش على التيبل ده اول ما الشيت تفتحه. يعني الشيت زي ما هو وقفلته. في عدلت حاجه في الداتا، اول ما اجي افتح هيعمل لي ريفرش على الداتا. اللي انت بتقولي عليها دي ترفرش كل 50 60 دقيقه، كل خمس ثواني، خمس دقائق، 10 دقائق في الباور كويري، مش في البيفوت تيبل. في الباور كويري ده برنامج ثاني، يعني ده حاجه ثانيه غير الاكسل اللي احنا عملناه. دي حاجه ثانيه غير البيفوت تيبل، خلاص كده؟ انا بس هرجع بس اشيل اللي هي ال 10 دي كده واجي عند البيفوت تيبل كده، خلاص كده كله رجع زي ما هو. في حاجه بقى اسمها البيفوت تشارت. البيفوت تشارت دي انت لو عايز تعمل تشارت على شيت عادي، يعني مثلا تعالى في الداتا دي كده انا عايز اعرف مثلا اللارج كله على بعضه بيع بكام، بس اعملها لي فرقه تشارت. التشارت دي زي ايه مثلا؟ اشهر حاجه في التشارت اللي هي ايه؟ الباي تشارت اللي هي عباره عن الدايره الكبيره دي. فلما اجي اعمل هنا كده انسرت واجي اعمل هنا كده ريكومندد تشارت، دي ممكن تلاقوها عندكم. بقول له مثلا في دي كده قلبها لي، خدت بالكم؟ قلبها لي بيفت تيبل. خدت بالكم في دي؟ جابها لي كبيفت تيبل، ما جابهاليش ما جابهاليش ك جوه التيبل اللي موجود هنا. لا 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 انا لا انا انا بس بشرح لكم، انا هشرح لك دلوقتي. بص من الاخر لما تيجي تكون عايز تجيب تشارتات تعملها الاول كبيفت تيبل وبعد كده تعملها بيفت تشارت. هوريك دلوقتي. لما تيجي دلوقتي نيجي نعملها في البيفت تشارت بيقول لك ايه؟ البيفت تشارت يعني حتى جايبها لك بكل حاجه. فنيجي هنا في البيفت تشارت احنا عايزين نعملها، فنيجي هنا كده في الداتا واعمل انسرت بيفت تيبل. يقول لي انت عايزها في نيو ورك شيت ولا في اكزيست ورك شيت؟ اقول له في الاكزيست واقول له في المكان، اقول له في البيفت تشارت في الجزء ده كده واحطها له هنا كده زي البيفت تيبل العادي. على فكره احنا ما عملناش حاجه غلط اهي. وهنيجي هنا كده في البيتزا سايز اهي، وهنيجي في الكوانتيتي ونحطها هنا كده. الموضوع سهل لحد الان، احنا ما فيش اي حاجه جديده. لما اجي بقف على دي كده
واجي على كلمه انسرت في حاجه اسمها بيفوت تشارت او في حاجه هي الاثنين واحد بيفوت تشارت. دوس على بيفوت تشارت هيجيب لي كذا شكل اهو الكولوم لاين تشارت باي بار الحاجات دي يعني هنشرحها لكم بس ان شاء الله في البار بي اي يعني التفاصيل بتاعه التشارتات دي وايه تستخدمه مع ايه يعني فاهمين. نخلينا مثلا في الباي الباي تشارت اهو دوس عليه دبل كليك نزل الباي تشارت اهو بيقول لك ان اللارج ده ال ال دي الزرقاء الام ما اعرفش ايه الالوان دي. طب انا مش عايزها هنا يا باشمهندس اعمل ايه؟ هقول لك نعمل ايه. هندوس هنا كده عليها ندوس على دي كده وندوس ديليت وادوس على كليك يمين السم كوانتيتي دي واعمل هاي هايد اول فيلد تبقى كده قرعه كده مفيش اي حاجه كده مش فاهم اي حاجه يعني فاهم الشكل مفيش اي حاجه فيه. طب انا عايز بقى اظبطها بقى واعمل لها ان هي تبان ده ايه ده ايه ال 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 الفطيره اللي انا شايفها دي اسمها فطيره فعلا. فنيجي نعمل هنا كده في حاجه اسمها ديزاين في حاجه اسمها اد اليمنت تضيف عنصر وتقول له داتا ليبل. داتا ليبل دي اللي انت بتبين له ده ايه فنقول له داتا ليبل انت عايزه انسايد ولا اوت سايد نخليها بيست فيت خليها بيست فيت افضل حاجه انت شايفها. بس برضو انا مش فاهم حاجه ده بدا ايه برضو. لو جيت وقفت كده على الداتا ليبل دي ودوس كليك يمين عليها في حاجه اسمها فورمات داتا سيريز ركزوا يا جماعه في التفاصيل انا عمال هي كلها على بعضيها مفيش معادلات هي كلها اوبشنز دراج اند دروب حاجات زي كده اوبشن دوس ده فورمات داتا سيريز كامل الحته دي كده بمجرد ما اقف على دي كده هيفتح لي حاجه اسمها هنا ايه اسمها ليبل اوبشن هنا مبين لي الفاليو بس انا عايز اعرف جنب الفاليو دي ايه الكاتيجوري اللي هو ايه ده بدا ايه ده لارج ولا ميديوم ولا ايه. فلما اجي اقول له انا عايز الكاتيجوري نيم ظهر لي اللارج جنبيها الاكس لارج اهي خدتوا بالكم لما نيجي ندوس اهي كده ظهر لي الاكس لارج والسمول واللارج. طب انا دلوقتي عايز اقول له انا مش عايزهم جنب بعض انا عايز بصوا لو تلاحظوا هنا كده هنا اكس لارج كوما 11 انا عايزهم لا انا عايزهم تحت بعض فاقول له هنا كده هنا دي كده خليها لي نيو لاين يعني تحتيها واقول له بقى ايه كبر لي ما برسنتج ايه كمان تقدروا تعملوا كل حاجه ويعني كل ده تقدروا تعملوه ممكن ما تروحوا عاملين ايه تاني تروحوا جايين هنا كده وتروحوا مكبرين الكلام كده خلاص كده يا باشمهندس ونروح عاملينه هنا بالشكل ده كده مثلا نخليه مثلا يبقى ليه لون زي خفيف كده ونخليه اللي زي لون كده خفيف وبعد كده نرجع تاني بقى يا باشمهندس نقول له ايه احنا عايزين في الداتا ليبل بقى في الاول خالص فاكر في الاول خالص كده في الداتا ليبل دي انا عايزها تبقى انسايد اوتسايد خليها اوتسايد فكده ده البيفوت تشارت او نخلي نشيل بقى دي كده او الـ اسمه اللي هو اسمه ايه التايتل نقول له مثلا ايه كوانتيتي بير سايز يبقى كوانتيتي اللي هي تبقى كوانتيتي بير سايز ونخلي كده الشكل ده كده وندوس دبل كليك عليه ونعمل كده ونكبر الكلام كده شويه خليه هنا على جنب كده شويه لا ندوس كده ونخلي دي كده على جنب وصل كده يا شباب ده كده بيفوت تشارت. طب انا عايز اعمل له بقى تشينج للتايب بدل ما تبقى باي خليها مثلا تبقى كولوم بار كده دي البار الكولوم كده تمام كولوم بار تمام هنيجي هنا كده ننزل دي كده التشينج تايب هنيجي نقف على دي كده ناخدها كده كوبي دوس كليك كنترول سي ودوس كنترول في اي انا بس خدتها كوبي بس مش عارف واجي هنا كده في كلمه ديزاين وفي حاجه اسمها تشينج تايب تشينج تايب اللي انا مثلا اقول له انا عايزها ايه تبقى بار اهي بص دي بار اهي وده الكولوم خليها كولوم كده وصلت كده يا شباب هي كلها اوبشنز يعني بس عايزكم بس ايه تركزوا هي ما فيهاش معادلات هي كلها اختيارات بس تبقوا عارفين اماكن الاختيارات فين وصلت كده اتفضل هو الداتا مكتوبه عامله زي الجرافيك كده لو انا مش عايزاها انا لسه عاملها من شويه هتيجي تدوقي عليها كده اهي هو اول ما تدوسي على اي ليبل منهم بيجيب لك كل الليبل وتروحي تدوقي هنا كده في الهوم اكنك بتنزل بتعملي سؤال نو اوتوماتيك ايه او مثلا خليها باللون الاصفر مثلا طب انا لو عايزه مثلا ابعد من بقى اشيل ده براحتي يعني مش عايزه من ده براحتي ما هو تيجي تدوقي هنا برده في حاجه اسمها ديزاين في الديزاين في حاجه اسمها اد تشارت اليمنت داتا ليبل ونخليها مثلا انسايد جواها جوه الكولوم تو الناس اللي معانا ورا تمام
انتوا يعني الدنيا كويسه معاكم؟ لو في حاجه قولوا لي. يعني انا تاني كده اللي هو ده الجمله دي تعالي كده هنا في اول ما جه هنا كده هنا ده تليبل تعالي نشيل كده خالص واقول له الاول الرقم الرقم وبعد كده الكاتيجوري لا ما فيش ما ممكن دي في البرسنتج كان فين هنا كانش فيه برسنتج ما فيش حاجه هنا بالنسبه لحاجه ما هو مش واخدين كتوتال الباي دي نعم ايوه في الباي ما عشان الباي دي توتال دي دايره يعني ايه برسنتج يعني الباي الباي اهي الباي اهي تشينج تايب اهي ونعملها باي اهي ونيجي هنا على البرسنتج وهنيجي هنا كده في التيتا اهي البرسنتج ايوه عشان هي عباره عن 100% كلهم يبقى استجد مش كله اسمها استجد استجد كولوم هوريكي دلوقتي لا انا كده فهمتها اسمها استجد دي استجد اللي هي دي فين استجد كولوم بس تلاقي هنا دي كده اللي هو الجزء ده اسمها استجد قصدك كده؟ ثانية ايه يا باشمهندس؟ انا فاهم بس في حاجة اسمها استجد عايزها في كولومز بصي اكيد هتبقى في النمبر بصي انا متاكد انت عايزاها دي طب ممكن ندور على فكره احنا ممكن نعمل كده بصي هي حاضر بص هي بنسبه كبيره بص هي بنسبه كبيره هتكون اهي بص هي برسنتج اهي اهي اتعملت اهي بس انا اعملها في الكاتيجوري اهي انا كده مش هعرف اعملها ورا اضيف اللارج والسمول اهي ونخليها كده نعمل اد بس ده طبعا عشان طلع لي من اللينك هو حاول الكميات النسب مش نسب بالنسبه للتوتال وحاول الكميات احنا ممكن نخلي الكاتيجوري لا نخلي الكاتيجوري نيم دي تتشال هو انت كده كده بتشوفي انت ماشي خلاص هو في واحده هنا بس تو سيشنز فاتت حضرتك ما قلتش حد من قرايبي خير ماشي ربنا يعينك انا اسمي اني ماشي حاضر شكرا تمام انت كنت عايزه تعملي ان هي تبقى الكولوم تبقى برسنتج من بعض صح طب استني لحظه احنا عايزين نعمل في الفورمات كود في حاجه اسمها فورمات كود في الاكسل فورمات كود ان اكسل برسنتج حاضر بس هي عايزه تعملها هوريك دلوقتي بصي دي البرسنتج اللي موجوده اهي ممكن فورمات كود شوينج ايون عايز دي ما طبعا مش كل حاجه انا كنت عارفها يقول لك وانا سيت فورمولاز كذا 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 اهو بصي اهي ده الكود اهو تعالى كده نشوف الكود كده يعمل ايه لا جابها لي برضو بنسب في المية. بص يا دكتور انا قصدي ان هي اللي احنا من الاول في الجدول اللي احنا حاطين فيه المعلومات نحط كولوم للبرسنتج فكده هيظهر ال ثواني عشان هي جابها لي ثواني ولادي لا مش كده لا هو عاملها كراين شارت فوقيها لا يا ستي لا بصوا هوريك حاجه هو دي مش دي رسمه تاني دي مش على ماشي انا بقى مش هي دي مش بصي حتى شايفه الرقم جوه ده رقم أيوة. اما من فوق بصي دي تبقى حاجه اسمها زي كومبو تشارت بصي اوريك بصوا يا شباب في حاجه اسمها هنا كومبو اخر واحده تحت كومبو بصوا يا شباب الكومبو اللي بتتكلم عليها دي كانت هي رابطه زي مثلا بصوا اوريكم حاجه بصوا تعالوا نلغي دي كده خالص
اوريك انا حاجه هتعجبك قوي لما نيجي نقف عليها انسرت بيفت تشارت ونقول له عايزين الكومبو ده كده. بس الكومبو لازم يبقى معاه حاجه تانية، يعني لازم يبقى معاه توتال سيلز مثلا. فين توتال سيلز؟ توتال سيلز اهي توتال برايس. ونيجي هنا انسرت بيفت تشارت كومبو اهي بالظبط كده. مش ده الشكل اللي انت شايفاه الى حد ما وده هتبقى كده. بصي هي طبعا الكوانتيتي بالنسبه للفلوس مش باينه قوي، بس لو انا جبت لك مثلا حاجه زي اليونت برايس مثلا اليونت برايس جمعاها. لا انا عايز حاجه تانية مختلفه، ثواني هقول لك انا على حاجه. التاكس لا انا عايز الكومبو اللي هو ده اللي هو لاين سكندري اكس. لا اهو ولا ده ايه؟ طب ثواني كده معلش لحظه اهي. بالنسبه للكوانتيتي اهو بنعمل تشينج تايب كومبو. بصي اقول لك على حاجه، هي الفكره بس اللي انا اهي بص حاجه زي كده مثلا. ده المنظر اللي انت بتشوفيه اللي هو ايه، بيقول لك احنا بعنا قد ايه من التوتال برايس مقارنه بالكوانتيتي. بصي كده الحته دي، بصي انا كده فهمتك شويه. بصي كده يا باشمهندس الحته دي بيقول لك احنا بعنا تعالى نحط داتا ليبل كده عليها، نحط كده ديزاين داتا ليبل في السنتر ولا انسايد ان اهي كده مثلا. بصي كده الحته دي او لا انسايد اوتسايد كده. شايف الحته دي كده؟ تعالى ناخد دي كده نحطها فوق هنا شويه. بصي يا باشمهندس الحته دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا بعنا من الـ من الـ الـ من الميديم 2262 بيع، بالقطع بتاعتها 142. الكومبو تشارت دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها اللي انت بتشوف مثلا لاين زي البيع والبروفيت، انت بعت قد ايه والبروفيت معايا شغال ولا لا. ده اللاين اهو اللي بيبقى على الكومبو، فاهماني؟ ده الشكل اللي انت شفتيه. هو دي ممكن بقى تعمليها كداشد مثلا اللي هو الجزء ده كده ثانيه اللي هو الليزر الاخضر البرتقاني ده، دوس عليه كده كليك يمين فورمات داتا سيريز اهو نخليه. لا انا عايزه يبقى سكندري اكس، وبعد كده ممكن اخليه اللي انا بقى اقعد اعدل بقى فيه. يعني ممكن اخلي مثلا بدل اللون البرتقاني ده اخليه مثلا لون اصفر، اعمله مثلا الوايد مثلا بتاعه اخليه مثلا نعم اه ماشي. قولي لو عايزه تقولي حاجه قولي. انت تقدري تعدلي في كذا حاجه في التايب، وتقدري تخليه بدل ما يبقى الداشد ده كده صح؟ متهيألي ده الشكل اللي كان عندك صح؟ هو انا مش هقولها برسنتج اللي هو الجزء ده بقى، انا مش يعني لسه دي ممكن اكون اشوفها مثلا في البرسنتج، بس انا بقول لك ان حاجات زي كده هي يعني فاهمه بتجيب اي شويه، بس هي الى حد ما ممكن اقول لك ان انا ممكن اعملها لك يعني ان شاء الله هعملها، وصدقيني المره الجايه تاني اعملها. ده اسمه اللي انتوا بس انا بس عايز بس اقول لكم حاجه يا شباب، ان دي تعديله التشنج تايب اللي انتوا بس عايزين تشوفوها. انتوا معايا يا شباب ولا ايه؟ احنا هنا بقى هنعمل حاجه حلوه جدا. احنا كده عرفنا البيفت تيبل وعرفنا البيفت تشارت. نيجي بقى فايده ايه بقى ان احنا نعمل ايه دلوقتي؟ داشبورد. بصوا يا شباب هنيجي نعمل، خدوا بالكم بقى معلش انا اسف، الداشبورد دي معلش يا شباب الداشبورد دي محتاجه يعني ايه الناس تركز معايا شويه بعد اذنكم لو سمحتم بس يا شباب. تمام؟ في الداشبورد انا بس عايز اعمل تو تشارت او 3 تشارت بكتير قوي، يعني مش هطول عليها عن كده، بس عايزين نعملها بشكل مختلف شويه. تمام؟ في الداشبورد عشان تعملها في حاجه بتكون الداتا عندك بتكون عاملها في شيت تاني في الاكسل، انا بتكلم كاكسل بس، بتكون في شيت عامله كده كالداتا اللي انت بتظبط فيه الداتا، وشيت تاني انت عامله للداشبورد بس. او ممكن تعمل الاثنين مع بعض، بس انا يفضل انك تعمل لوحدها في شيت لوحدها. ولكن الشيت ده لوحده هكتبه ايه؟ هكتبه مثلا داتا سورس. تمام؟ وانا هعمل ايه؟ هعمل فيه شويه حاجات هستخدمها في الداشبورد. تمام كده يا باشمهندس؟ هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي هنا كده في الداتا. احنا دي مش هنستخدمها في حاجه، دي نمسحها كده. مش هحس الموضوع كبر قوي كده. هنيجي هنا كده في الداتا ونخليها هنا كده. اعملها داتا سورس. تمام. في الداتا هنيجي هنا احنا عايزين مثلا ايه؟ انا عايز السايز بتاعت البيتزا دي مشهوره جدا، هنعملها كده هنا، اعمل انسرت بيفوت تيبل
وبعد كده اقول له في الـ في الاكزيست اقول له انا عايزها في الداتا سورس اهي ونحطها هنا كده. معلش يا شباب بس ركزوا بس الحته دي. انا هنعمل اول حاجه ايه الجزء بتاع السايز، هيبقى السايز اهو بيتزا سايز وهنحط معاها الفلوس توتال برايس. خلاص كده الموضوع سهل جدا والموضوع ما فيهوش اي صعوبيات خالص. بعد كده اجي هنا تاني اشوف في الداتا دي ايه اللي اقدر اطلعه من الداتا دي كمعلومات تقدر تساعدني. البيتزا كاتيجري مثلا، اقول البيتزا كاتيجري اتباع منها كان كتوتال فلوس. تمام تمام. هنعمل انسرت بيفوت تيبل وبعد كده نخليها في الاكزيستنج ونخليها في الداتا سورس ونخليها هنا كده اهو، واقول له في البيتزا كاتيجري دي كده اهو، ونقول له التوتال برايس اهو. وكده احنا عملنا التوتال برايس بالنسبه للسايز وبالنسبه للكاتيجري. طب تعال نشوف هنا تاني ايه اللي ممكن نعمله تاني. كوانتيتي بالنسبه لايه؟ بيتزا سايز. تعالى نعمل هنا كده انسرت بيفوت تيبل ونعملها هنا كده اكزيست داتا سورس ونخليها هنا كده برضو في الكوانتيتي. الكوانتيتي تبقى هنا في البيتزا كاتيجوري او البيتزا سايز او سايز اي سايز اي. تمام. ونخلينا لحد هنا كويس قوي يعني، خلينا في الجزء ده كده يعني نبقى فاهمين. هنفتح بقى نعمل شيت جديد، هنفتح شيت جديد. تمام كده يا شباب. تمام. ونكتب هنا الشيت ده يبقى اسمه داشبورد. داشبورد ركزوا بقى في الحته دي، الحته دي مهمه جدا عشان تقدر تفهموا، عشان الحاجات دي فيها يكون فيها شويه شغل ان شاء الله تقدروا تستفيدوا منه. تمام. ويبقى الداشبورد. تمام. الداشبورد دي عشان ابتدي داشبورد تبقى لحد ما تاخد شكل كويس، هنشيل شكل الجريد الموجود ده خالص. المربعات دي يا جماعه اسمها جريد. فهنيجي هنا في الفيو، قصدي ريفيو، فيو فيو فيو، في حاجه اسمها جريد لاينز. جريد لاين هنشيلها خالص، هتبقى الشيت كده ابيض. وصلت كده ان انا بشيل الجريد لاين معايا كده يا شباب؟ انتوا كويسين. بشيل بس الجريد عشان تبقى الدنيا تبقى فلات كده عشان اقدر اشتغل عليه. واقول له ايه؟ هقول له في الداتا سورس هقول له دي، اقول له اعمل لي فيها انسرت بيفوت تشارت. ودي اشهر حاجه بتتعمل مثلا ايه؟ تبقى بالباي مثلا. خلاص كده يا باشمهندس؟ هنعمل كده وهناخدها في الديزاين، هنعملها موف او ناخدها كنترول اكس على طول. يعني ممكن نعمل موف ادوس عليها كده كنترول اكس، انا بس عملت لها موف وهنقلها هنا في الداشبورد. وصلت كده؟ تمام. ونصغرها كده شويه ونبتدي نشتغل عليها. بصوا عشان يبقى الشكل يبقى افضل حاجه، دوسوا على دي كده ديليت، كلمه ديليت اللي هو ديليت. تمام كده. وهندوس على دي كده السم اوف توتال برايس دي، هندوس عليها كليك يمين ونعمل هايد اول، يعني نعمل اي بوتنز او اي حاجه جوه التشارت نخفيها اهي. يبقى كده التشارت كده تبقى ايه؟ فاضيه. تمام. بس المشكله ان هي طالعه لي قرعه كده، انا عايزها بقى تبقى بتبين لي ايه اللي جواها. هنروح نعمل ايه؟ داتا ليبل. فاكرين الداتا ليبل اللي احنا عمالين نعيد فيها ونزيد دي؟ ديزاين داتا ليبل ونختار داتا انسايد مثلا كده، وندوس على دي كده على الكلمه، على الكلمه. وفي حاجه اسمها فورمات داتا سيريس، فورمات داتا سيريس، فورمات داتا سيريس عشان تطلع لنا المنظر ده كده. وندوس على الليبل دي كده هيطلع لنا الشكل ده، اسمه داتا ليبل، ليبل اوبشن. وهنحط معاها ايه؟ البرسنتج، ونحط معاها كمان الكاتيجوري نيم، ونقول له ايه؟ اعملها لنا فلاين، يعني تبقى نازله كلها فلاينز اهي. يبقى اللارج بايع ب 4000 وشويه اهي، و 48% الى حد ما كده واضحه شويه. تمام؟ ممكن مثلا نحط له مثلا نقول له ايه؟ انا عايزها مثلا تبقى يعني كده كويس. كويس جدا، كويس جدا. ونكتب هنا ايه؟ نقول له ايه؟ ان دي السيل بير سايز، سيل بير سايز. كده وصلت. نيجي نعمل واحده ثانيه. هنيجي هنا تاني، احنا في الداتا سورس احنا جبنا ايه؟ السيلز بير سايز، بير سايز. بعد كده نعمل ايه بقى؟ السيلز بير كاتيجوري. هنيجي نعمل هنا كده انسيرت بيفوت تشارت ونخليها بالمنظر ده، انا عايزها بالمنظر ده. تمام. كنترول اكس. وهنيجي هنا في الداشبورد كنترول في. فكده احنا جبنا دي زي دي. تعالى بقى ايه نصغر الكلام ده كده شويه عشان تبقى واضحه شويه. بصوا في الاكسل رخم شويه في حته ان هو ما فيهوش الالايننج او البوزيشننج.
حد اتعامل على الـ على الـ على على اسمه باوربوينت باوربوينت باوربوينت. بص الباوربوينت في حته كده في الباوربوينت في حته ان انت لما بتحط مربع جنب مربع تلاقيه بيجيب لك الوان حمراء كده بحيث ان انت تعمله تظبطه كده يعني. بصوا سيمتري. بصوا بصوا شايفين اللون الاحمر اللي بيظهر ده اللي هو الخطوط اللي بتظهر هنا ده التفصيل بتاع يعني. ممكن ممكن لما تيجوا تصغروا دي كده اهي ونصغر دي كمان كده ولما نيجي نشد دي كده شايفين الالوانات اللون الاحمر بيظهر بس ايوه ده بيخليك بيجبرك انك او بيديك محاذاه انك تعرف تمشيها عشان تبقى دي احسن. لكن في الاكسل للاسف مفيش دي فانت بتحاول على قد ما تقدر انك تظبطها بالملي كده فاهمين قصدي بالوايم كده اهي اهي كده نخليهم هم كده وندوس على الصم دي كده ندوس عليها كليك يمين ان احنا من الاخر احنا عايزين نشيل كل حاجه ما تخصناش في الداتا. كليك يمين هايد اول اهي ونيجي عند توتال دي كمان نعمل لها ديليت ونيجي عند كمان الخط ده كمان ما حدش بيبص عليه احنا من الاخر عايزين الداتا ليبل عشان ايه لما نيجي نحسب اهي كده ونيجي هنا كده ديزاين داتا ليبل داتا ليبل اهي ونخليها في الانسايد ان بس نخلي الداتا ليبل دي مثلا باللون اللي هو مثلا ايه كليك يمين هنا فورمات داتا داتا سيريس اهي اهي ونيجي هنا كده ونقول له مثلا ايه اعملها لي مثلا بسوليد لاين مثلا لا مش انا عايزها بالفيل قصدي معلش فيل سوليد لاين يبقى لون مثلا لون زي لون ده كده فاهمين لا انا عايز لا انا عايز اللون يبقى لون يبقى كده مثلا مثلا نفترض كده مثلا لا لا هي كده يعني دي كويسه مثلا اقول له دي كده ونقول له ايه هتبقى دي سيلز بير كاتيجوري خلاص دي كده عملناها. نيجي ننزل هنا كده ننزلهم كده شويه بصوا بقى يا شباب بقى الحته اللي جايه دي الحته اللي جايه دي مهمه جدا في الاكسل اللعب في الاكسل في الشيبس شيب حاجه اسمها شيب هوريكم دلوقتي الشيب ده اللي بيعمل لك شغل كويس قوي يعني بص هنيجي نعمل هنا في حاجه اسمها شيب اهي شيب اهي ونقول له مثلا نختار الشيب ده مثلا ونكبر الكلام ده كده لحد هنا كده ركزوا عشان الشيب ده اللي بيدي جماليه للاكسل شيب اسمها شيب ونقول له مثلا دي اسمها سيلز داش بورد دبل كليك عليها ونكبرها لحد ما تبقى 60 مثلا او ماشي 60 كويس تمام 60 كده ونروح عاملين هنا كده انسرت تكست بوكس ندخلها كده جواها فاهمين مثلا ايه دي سيلز 2015 او بيتزا سيلز بيتزا سيلز 2015 بحيث ان تبقى دي تحت دي ونكبر الكلام كده شويه. انا اسف يا جماعه انا بختار خطوات كتير انا عارف ان في ناس دلوقتي ممكن تكون مسقطه بس والله يعني هو الموضوع كله خطوات انتوا لو عرفتوا الخطوات ما فيهاش معادلات هي كلها تعرفوا الاوبشنز فين اهي نكبر الكلام ده كده شويه ونخليه مثلا باللون الرمادي شويه عشان الرمادي بيبقى الى حد ما بيكون خفيف شويه او كده لا انا عايز الرمادي اللي هو الثقيل سنه ونعمل مثلا شايفين التكست بوكس دي انا عايزها مثلا تبقى الشيب دي يبقى الاوت لاين بتاعها نخليه نو اوت لاين يبقى بحيث ان هي تبقى تحتيها كده ما يبقاش فيها فاهمين الفكره الاوت لاين كان عاملها كده كان عاملها كده فانا لما اقول له نو اوت لاين يبقى بالمنظر ده كده تبقى مخفيه كده كبر دي كده شويه خلي مثلا ممكن الكلمه دي تبقى ايه مثلا تبقى باللون مثلا الازرق خلي دي كده مثلا تبقى باللون الابيض خلي دي مثلا نخلي التكست بوكس ده معلش اهي نخليها التكست بوكس ده يكون تكست فيل نخليها اوت لاين نو لا ده تكست اهي بس نخليه الشيب شيب فيل نخليه نو فيل كده بالمنظر ده كده تمام كده يعني كده لحد ما ظبطت شويه ونروح جايبين عاملين بقى ايه حاجه اسمها
كارد. كارد دي هتلاقوها كتير جدا في ال اسمه ايه البار بي اي، بار بي اي. فالكارد دي عشان نعملها هنعملها ازاي؟ هنيجي هنا في الـ في الـ في الداتا سورس، احنا عايزين بس نجيب توتال لكل حاجه، توتال سيل، توتال كوانتيتي، توتال اي توتال، نجيب بس التوتال بتاعه. هنجيب هنا كده في الـ في الداتا دي كده، هنيجي هنا عادي خالص انسرت، او ممكن نعملها على فكره كصم يعني معادله صم يعني، ممكن نيجي هنا كده بس انا عايزها كبيفت تيبل عشان اوريكم ليه. انسرت بيفت تيبل، وهنيجي كده في الاكزيست داتا سورس هنا كده، اقول له بس انا عايز الكوانت دي تتحط في الصم، بس انا عايز الجزء ده بس، يعني عايز بس الكوانت تتحط في الصم. وهناخدها كده مثلا داتا برضو تاني بيفت تيبل، ونحطها هنا كده، هنا كده اهي، ونقول له انا عايز السيلز، فين السيلز؟ السيلز توتال برايس اهي، نخليها لوحدها ونخلي التوتال دي كده. طب انا ليه بعمل اللقطه دي؟ اوريكم دلوقتي ليه. في الاكسل هنا لما تيجي تعمل انسرت بيفوت تشارت، لا تعال تعال نروح عليها كده اهي، انسرت بيفوت تشارت، مفيش هنا كارد، كارد الكاردز دي مش موجوده، مفيش في الباور بي اي في حاجه اسمها كارد، يبقى مربع كده بتتكتب فيه توتال السيلز وكده، فدي مفيش كارد. فنعمل ايه بقى عشان تعملها كارد؟ هتيجي في الداشبورد هنا وتعمل حاجه اسمها انسرت تكست بوكس عادي، تكست بوكس عادي، خليه بالمنظر ده كده، ونعمله كده كنترول سي، ونعمل واحد تاني كنترول في جنبيه، يبقى بنفس الطول ونفس العرض ونفس كل حاجه. وهتيجي هنا كده ونقول له دي بقى ايه، تيجي هنا كده تقول له يساوي يساوي دي ثانيه اهي، دي يساوي بقى يساوي، المفروض يبقى يساوي اهي لا انا عايزها في الكوانتيتي، او يبقى اطلع كده، لا يبقى دي رقم كام؟ سي 14 اهي. بصوا جابت كام؟ جابت ال 518 اهي، 515 511 اصلا. هنيجي دي كده نكبرها شويه، نكبرها شويه شويه شويه، نكبرها شويه ازاي؟ اهي نعم. مين اللي اه لا بس هي دي مش هتكبر، دي عشان دي المعادله. لا استني نمسح دي كده الاول ثانيه، هنكتب دي ايه؟ دي توتال سيلز. معلش يا شباب انا عارف وانا بشرح على طول الشرطات بيبقى كله ساكت وبيبقى في الموبايل، انا مقدر اللي انتوا فيه، بس انا والله يعني لما ترجعوا للفار هتلاقوا وانتوا بتراجعوا كده الفيديو هتتابعوا معايا كل حاجه، لان مش اول واحد، مش اول ناس اقابله بنفس السكوت ده، نفس المنظر هو بيقابله في كل حته اهو اهو. دي هتبقى التوتال سيلز اهي مثلا، ونسحب دي كده لتحت شويه وننزل هنا لا دي كده اند، وبعد كده نيجي هنا يساوي داتا سورس، نخليها هتبقى دي سي 14 لا دي لوحدها اه، يبقى خلي دي لوحدها ودي لوحدها معلش اهي، يساوي اللي لوحدها اه دي سي 14 اهي. اهو ده التوتال سيلز اهو معلش. بصوا يعني انا بس عايز اوريكم يعني ايه اللي هيحصل بعد كده، بس معلش خليكم بس صابرين معايا وان شاء الله هنوصل سوا ان شاء الله يعني. اهو ده كده التوتال سيل، ونجيب هنا مثلا نعمل هنا كوانتيتي برضو، نعمل هنا يساوي، نيجي هنا فوق كده ندوس يساوي فوق هنا كده، ونيجي هنا في الكوانتيتي ده لا ده الكوانتيتي دي الكوانتيتي وده البرايس اه كده، بعد كده تبقى دي 14 نعمل دي كده في كده تمام. ده كده الكارد اهو. نعم ليه ما حطيتهمش بشيب؟ لان انا حاولت مثلا دلوقتي اعمل تكست بوكس، هو التكست بوكس ما ينفعش. ماشي ممكن نعمله بشيب يعني. بصوا انا بس عايز اوريكم بس المنظر، بصوا يا شباب انا عايز بس اوريكم المنظر الاول عشان بس تبقى انتوا عارفين، وبعد كده هعمل لكم اللي انتوا عايزينه. حاضر تعالى كده نخلي الشكل ده كده مثلا باللون الرمادي ده كده شويه عشان بحيث ان هو يبقى متشاب اكتر.
نشيل دي كده، انا عايز اشيل دي اهي، ندوس على اللي هي الجريد لاينز دي كده اهي، وندوس ديليت عشان تبقى تتشال خالص. بصوا يا شباب خلينا في الداشبورد البسيطه دي، معلش معلش انا متاسف، انا مقدر اللي انتوا فيه، يعني انا مقدر دلوقتي اللي انتوا دلوقتي شايفين ملاهي بصك، كنتوا شايفين انا ما عارف في ديزني لاند بصك. بصوا انا عايز بس اوريكم اللي هيحصل دلوقتي، ده الشيت اهو بتاعنا، لما اجي تدوس على الحاجه بتاعتك ده بيجيب لك السيلز بير سايز والسيلز بير كاتيجوري. طب انا دلوقتي عايز افلتر، افلتر ما بينهم ازاي؟ مش هتعرف تفلتر ما بينهم، فتيجي تعمل ايه في الداتا سورس هنا كمان يا شباب، معلش ركزوا بس في الحته دي، الداتا سورس دي اخر حاجه خالص، وبعد كده انا هوريكم الجزء ده، وبعد كده انتوا لما هتشوفوه هتنبسطوا، فهنكمل تاني. في حاجه هنا كده في البيفت تيبل انلايز اسمها انسرت سلايسر. سلايسر دي يعني ايه؟ يعني بنفلتر، يفلتر لو انت دوست انسرت سلايسر ونقول له انا عايز ده بيجيب لك كل الكولومز اللي موجود في الداتا، اللي موجود في في التيبل الداتا. هنيجي هنا بيتزا سايز، وعايز البيتزا كاتيجوري بس، هما الاثنين دول بس. وكمان لو ينفع اجيب الاوردر ديت، بس اخلي الاوردر ديت ده في التايم لاين، اخليك دلوقتي. بص ظهر لي ايه؟ ظهر لي الاثنين دول اهو، اخدهم كده ادوس عليه ده وده، ادوس كنترول اكس واروح حاططهم فين؟ في الداشبورد دي. تمام، تعال نمسح دي كده ونخلي دي كده هنا اهي كده ودي كده. ممكن طبعا في السلايسر ده تغير شكله، تخليه بدل كولوم واحد تخليه اكتر من كولوم، يبقى اتنين كولومز كده عشان يبقى صغير، يعني يبقى حجمه صغير. تمام، ونخلي دي كده يبقى الكولومز برضو دي تبقى اتنين عشان يبقى الحجم بتاعها صغير كده. شايفين كده شباب؟ كده المنظر تمام. وطبعا في السلايسر ده ينفع تغيره، يبقى باللون احنا عايزينه، باللون اللي هو ممكن نخليه مثلا باللون ده، اللون ده مثلا برتقاني ده مثلا، نخليه برتقاني ده اهو. بصوا يا شباب الفكره بس في السلايسر ده، اللي انا بمجرد ما هدوس على لارج، بصوا يا شباب اول ما هدوس على لارج غير لي الداتا دي، خلاص غير لي الداتا دي. فانا دلوقتي انا عايز لما اجي ادوس على كلمه لارج يغير لي كل الداتا. نيجي نعمل ايه؟ هندوس على دي، في كلمه سلايسر اهي كده، في حاجه اسمها ريبورت كونكشن، انت بتربطهم كلهم ببعض. دوس على دي كده يقول لك انا هربط لك الثلاثه بيفت تيبل اللي انت عاملهم ببعض اهو واهو، ندوس اوكي. وهنيجي عند ده برده في السلايسر الثاني، في حاجه اسمها ريبورت كونكشن، في كلمه سلايسر ريبورت كونكشن، ده ده وده، ندوس اوكي. ايه اللي هيحصل دلوقتي لما اجي ادوس على كلمه كلاسيك؟ بصوا غير لي الاشكال، حد خد باله؟ ابتدت الدنيا توضح شويه؟ ابتدت الدنيا توضح يا باشمهندس؟ ها الناس بقيتوا كويسين ولا ماشي؟ مثلا لو غيرت كلمه لارج هتلاقيه بيغير لي في لارج، في الميديم هتلاقيه بيغير لي في الميديم، السمول هتلاقيه بيغير لي في السمول. اني كلاسيك تعالي كده نعملهم كده ريبورت كونكشن تاني. ايه ده؟ ده في فلاتر، ده في حاجات تانية كتير. ايه ما في بيفت تيبل احنا فاتحينها من الاول خالص. ايوه اهو هنعملهم كلهم ببعض. ايه معلش، مش في بيفت تيبل احنا فاتحينهم من الاول خالص؟ ايوه صح. ريبورت كونكشن، هنعمل ريبورت كونكشن لكل البيفت تيبل اللي موجوده في الشيت. طبعا احنا مش حافظين البيفت تيبل اني اسم، فطبعا بصوا كده ركزوا على 511 و 8000 دي. بصوا يا جماعه، لما اجي اختار على كلمه ميديم هتلاقيه غير لي 2200 و 1248، لما اجي ادوس على سمول هتلاقيه غير لي القسم ده. شفتوا؟ ما انا قلت لكم والله الموضوع هيبقى والله انا عارف انتوا دلوقتي بقيتوا تناموا ودلوقتي شايفيني حاجه غريبه، بس دلوقتي ابتدت توضح صح؟ كده تحيا مصر صح؟ والله انا عارف يا جماعه السكون ده انا ببقى عارفه في كل حاجه، حتى في الاونلاين. انا في الاونلاين ساعات بفتح لهم الكاميرا اقول لهم انتوا كويسين؟ انتوا معايا؟ واعمل لهم كده كده خلاص، كده وضحت شويه كده يا شباب. لما اجي ادوس على كلمه كلاسيك هتلاقيها غيرت كل الفلتر. نكمل بقى تشارتات تاني ولا ما ينفعش؟ نكمل. بصوا يا شباب كده احنا وصلنا الى حد ما ان احنا عرفنا نعمل داشبورد اهي. اهي دي كده عملنا داشبورد اهي. ممكن احنا مكبرين الكلام قوي، يعني ممكن لو صغرنا دي كده شويه يعني شكلها حلو. طب تمام نخليها كده. طب تمام وننزل كده شويه. ممكن نعمل تشارت داتا بورد، داتا تشارت تاني. تعال نعمل تشارت تاني، نعمل داتا دي مثلا ونقول له مثلا ايه، نعمل بقى تايم لاين. تايم لاين يعني ايه؟ نقول له مثلا شهر كذا عملنا فيه كام، شهر كذا عملنا فيه ايه. هنيجي نعمل هنا يا جماعه، في لما نيجي نقف في اي جدول في اي بيفت تيبل احنا عاملينه هنلاقي في حاجه اسمها بيفت تيبل انلايز. بصوا كده فوق بيفت تيبل انلايز، في حاجه اسمها انسرت تايم لاين. تايم لاين دي ملهاش علاقه غير بالتايم، مفيش اي علاقه ثانيه للتايم لاين غير التايم. لما ادوس عليها يقول لي انت عايز بالاوردر ديت ولا بالاوردر تايم؟ اقول له بالاوردر ديت.
ما هو بص هو بينزل يعمل سكان كده او ديتكت على التواريخ اللي عندك. تمام كده يا شباب؟ وصل كده يعني انتوا تمام؟ هنيجي نعمل على اوردر ديت دي كده وندوس اوكي. تعالى بقى نصغر دي كده شويه. او عمل لي تايم لاين اهو، اروح دايس كنترول اكس واروح حاطه في الداشبورد اهي. واروح حاطه في الداشبورد هنا كده. ممكن بقى في التايم لاين ده اقول له مثلا ايه؟ اعمل لي ريبورت كونكشن على كل اللي موجودين. انا بربط التايم لاين ده باي بيفت تيبل موجود جوه الشيت. تمام تمام؟ اهو واهو واهو واهو. اوكي. تمام كده؟ ممكن يقول لي انت عايزه باليرز ولا بالكوارترز ولا بالدي؟ انا اقول له بالمنث زي ما هو او بالمنث. تمام؟ ممكن نغير بقى الشكل بتاعه نخليه مثلا باللون البرتقاني زي ما هم زي ما اصحابهم عاملين كده. تمام؟ لما اجي ادوس بصوا يا شباب، لما اجي ادوس على كلمه اوجست هيغير لي كل حاجه اوجست، لما اجي ادوس على كلمه اكتوبر هيغير لي كل حاجه اكتوبر. تمام؟ لما اجي افك الفلتر افكها خالص هترجع كل الدنيا زي ما كانت. وصلت كده؟ دي كده الدنيا لحد ما ابتدت يحصل انتر اكتف، يعني يحصل حركه في الشيء. كده وصل كده يا شباب؟ كده الدنيا معاكم تمام؟ ما بس بوب احلى بكتير يعني غير ده خالص، غير ده خالص يعني. تمام؟ فنيجي مثلا ممكن نكبر دي مثلا كده شويه، نكبر الكلام ده كده شويه، نخليها مثلا هنا كده كده. مش سمعت خالص، مش شايف في حاجه. تمام شباب؟ دي مثلا الشكل ده كده مثلا، بس احنا عايزين نعمل الشكل ده يبقى يكون افضل، يعني يبقى الشكل ده يبقى افضل شويه. ممكن نعمل ايه؟ فعلا زي ما انت قلت يا جهاد ان احنا ممكن نعمله كشيب، نعمل انسرت كشيب اهو، شيب مثلا ده كده اهو، واقول له مثلا ده ايه؟ ده سيلز مثلا، سيلز، واجي اعمل هنا كده واقول له يساوي، واقول له دي ممكن دي نخليها يساوي هنا كده، ينفع نعملها يساوي هنا كده؟ تعالي نشوف. لا ايه ده؟ كنت عاملها، لا انا كنت عاملها بيساوي دي نخليها اتش 4 اتش 14. لا الشيب دي لا، يبقى احنا لازم نعملها ما ماشي، يبقى نعملها في شيب، يبقى نعملها في شيب. ما هو دي ده اللي موجود، يعني ده اللي موجود في الـ في الـ في الاكسل. بس انا اوريك اهو، بصوا يا شباب معلش عشان بس ايه يعني اوريكم بس المنظر، عشان يعني اوريكم بس عشان في حاجه ثانيه بالله عليكم عايز اشرحها لكم. معلش معلش خليكم بس كده معايا انا اسف. ونعمل هنا كده، نعمل هنا انسيرت ثاني عشان نكون عاملينها في التكست بوكس اهي. اي بس لا تعملها بطريقه احسن، استني اي كده خليها هنا كده، نكبر الكلام كده شويه. ده الكوانتيتي ده كام؟ ده لا نخليها دي 48 ودي 48، ونصغر الكلام ده كده شويه اهو. تمام كده يا شباب؟ معلش عشان بس ايه يعني معلش عايز بس اخلص بس اللقطه دي، انا اسف. نعمل بس كده، نعمل دي كنترول سي كنترول في ونخليها دي كده هنا. معلش يا شباب، وحد شاف قبل كده حد بيعمل داشبورد اونلاين؟ يعني اونلاين ويوتيوب تلاقيه بيقعد يكلم نفسه، يعني يعني مش بهزر يعني تلاقيه هو بيتكلم نفسه. انا عايز اخليها الشيب احسن، شكله شيب احسن، الشيب يبقى شكله احلى. هنعمل كده ونخليها ايه؟ انسرت بيساوي، ونروح عند داتا سورس احنا كنا عاملين على الفلوس، هنعملها على الكوانتيتي ونخليها هنا كده ونعمل 14، ونخليها هنا كده ونعمل دي تبقى دي كده. الى حد ما الدنيا اتحسنت اهي كده. تمام؟ نعمل مثلا ايه تاني يا باشمهندس؟ مثلا نجيب مثلا عدد الكاستمر الموجودين في الشيت، عدد الكاستمر. نيجي هنا كده في الداتا، مش هنا مش فينا حاجه اسمها كاستمر نيم؟ هنشوفها كويس كويس، هنشوف دلوقتي اهي انسرت بيفت تيبل، ونقول له في الداتا سورس اهي حطها لي هنا كده. اوكي
ونقول له ايه هنا؟ نقول له الكاستمرز بس، انا عايز الكاستمر نيم، بصوا عمل ايه في الكاستمر؟ خليها لي كاونت، لان الكاستمر بتبقى كاونت مش صم، الكاستمر بتتعد مش بتتجمع. ماشي. وبعد كده نعمل واحده هنا تاني في الداشبورد. بص الثانيه معلش، انا بس فكره بس ان انا عايز بس نسيت الحته دي بتاعت ان انا اكتب التايتل بتاع او العنوان، او كنترول سي كنترول في نعملها كده هنا كده، وبدل ما نعمل دي كده نختار على الكاستمر، نيجي هنا كده ونختار داتا سورس الكاستمر 14 اي، فكده ونعمل دي دي دي، فكده احنا عملنا الكارد بتاعتنا. تمام كده يا شباب؟ فكده احنا عملنا الكارد. ممكن بقى نخلي بقى الكارد ده كده بالمنظر ده، او نخليه اي حاجه، نعمل دي كده هنا كده ونخلي الكارد ده كده، بالظبط. بصوا يا شباب، بصوا ده كده احنا عملنا، بصوا ده كده احنا عملنا الى حد ما داشبورد على الاكسل بابسط الامكانيات. بصوا احنا كده عملنا الداشبورد، عملنا تو تشارت وعملنا كذا كارد. الفكره بس انا عايز اعملها لكم ككتابه. اتفضل. فهنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ بمجرد ما تيجي تدوس سمول هتلاقي الدنيا كلها بتتغير. لما اجي ادوس على كلمه ميديم هتلاقي كل الدنيا بتتغير. ماشي، هو بقى ده يعني ميديم، يعني ميديم في ايه؟ ميديم في كله. استنى لحظه عشان بس دي ما ربطتهاش. اتفضل. يعني ايه بيغير الايه؟ يعني مثلا ميديم هيجيب لي ميديم بتاع شرط كذا ولا يعني؟ لا ميديم اول. ثواني اوريك دلوقتي. بس بصوا يا شباب، لما اجي بختار كلمه، بصوا يا شباب انا بس هكبرها دي كده شويه. لما اجي اختار كلمه لارج، بصوا لما اجي اختار كلمه لارج ايه اللي بيحصل هنا؟ بيجيب لي ان اللارج هنا في السايز 4000 4000 قطعه. 4000 فلوس. يبقى انا عكستها سيلز بير بير سايز. ما كويس. 4000 كان فلوس بالظبط. وهنا قال لي ان اللارج هنا في التشيكن عامل 1100، وفي تعال نكبرها كده شويه، في التشيكن عامل 1100، وفي الكلاسيك عامل 600، وهكذا. تمام. وفي التوتال الفلوس، انا بس دي الفكره انا عايز اوريكم بس التايتل، وعدد العملاء 197 عميل. طب لو انا جيت اخترت اوجست، جاب لي اللارج في شهر اوجست عامل ايه؟ تعالى كده نصغر دي كده. قال لك اهو. طب لو انا عايز اجيب اللارج والاكس لارج، هدوس كنترول وادوس اكس لارج، فكده جاب لي اللارج والاكس لارج. فاهمين قصدي ايه؟ فكده الى حد ما احنا عملنا داشبورد على الاكسل ببسيط جدا. ولو جينا عملنا مثلا، اخترنا مثلا شهر سبتمبر، فهيغير لي الارقام بتاعتها مع تغير الحاجات بتاعتها. وصل الكاشو؟ تمام كده الدنيا. ايوه مش فاهم حاجه. تاني كده معلش. في الباي هي في فرق؟ لا ثانيه، هي ممكن تكون احنا ثانيه لحظه كده مربوطه صح. ثانيه نشوف الثانيه. ايوه ناقصه واحده. اي ناقصه واحده كده. تمام. لما نيجي نختار لارج، لارج ندوس كنترول سمول. هو كده قال لي سمول كام في المية؟ 24%. واللارج 76%. مقارنهم ببعض بالظبط 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 صح كده. وصل كده يا شباب؟ كده الدنيا ايه؟ تعالي نشوف كلاسيك. يبقى الكلاسيك اللارج اللي جواها. فاهمين قصدي يا شباب؟ الكلاسيك احنا لما جينا اخترنا كلاسيك قال لك اللارج والسمول اللي جواها. وصلت يا شباب ولا ايه؟ وصلت؟ تمام تمام. فكده الى حد ما احنا كده عملنا. فكده بقى ممكن نعمل بقى لقطه حلوه جدا تاني. دي سيلز داشبورد بتاعت محل بيتزا صح كده؟ فممكن مثلا نيجي هنا كده
ونيجي هنا كده مثلا في 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 موقع جميل قوي اسمه فلات ايكون. فلات ايكون بصوا يا شباب فلات ايكون ده ده بيدي ايكونز رهيبه ايكونز بريميوم كده ايكونز هاي كواليتي نعم للداشبورد يعني مثلا كتبت هنا مثلا بيتزا شوب مثلا دوس انتر موقع موقع مثلا بيتزا مثلا تحبوا اختاري مثلا لا الشمال دي دي لا انا عايزين محل يعني دي دي لا لا احنا كده احنا كده مش هنخلص انا كده مش انا هختار دي بص هختار دي بي ان جي بعد كده فري داونلود هتلاقي تنزل اسمها فلات ايكون ده جامد جدا يا جماعه ده موقع يا ريت تستخدموه ده لو حد عايز يستخدم يعني في حاجات تبع الايكونز او حاجه زي كده اسمه فلات ايكونز اهو هنزله على الديسكتوب اهو واني جينا بصوا شباب تمام انسرت معلش بصوا شباب بصوا شباب معلش عشان بس اللحظه اللي جايه دي معلش بصوا عشان بس احنا بس عاملين بس لقطه احنا هنيجي نعمل هنا انسرت نوسع هنا شويه تمام وهنيجي نعمل هنا انسرت نعمله شيب ونخلي الشيب ده مثلا بالطول كده بصوا بصوا يا جماعه الحته دي عشان الحته دي ممكن تفرق ونخلي الشيب ده كده هنا بالطول هنا كده تمام كده مثلا ونخلي الشيب ده مثلا الشيب فيل نخليه باللون الاصفر ده كويس لا احنا عايزين نمشي يا باشمهندس بصوا هنا تمام وهنيجي نعمل ايه بقى بصوا عشان بس نعمل اللقطه دي هنيجي نعمل هنا انسرت ايكونز وهنيجي ناخد البيتزا في اللي هو اللي احنا لسه منزلينه ده ايكونز فين تعال نعملها مثلا ايمج ثانيه بليس اوفر ذيس ديفايس اه ده الايكونز اللي بنزلها من عندك اهو طبعا انتوا القاعده معاكم بتمثلي كل حاجه اهو اهو هننزل دي كده ايه لحظه بقى كده لحظه عايزكم اهو اه محمد بيتزا الحاج محمد او بيتزا الحرمين ايوه انا بيتزا اسم الحرمين اهو بصوا دي هتكون الشكل بتاعها او انت تعملها هنا بحيث ان انت لما تيجي ترجع اوريكم دلوقتي تعمل ايه تاني بعد كده نيجي هنا في فلات ايكون دي تاني هنعمل حاجه اسمها سورس داتا نجيب الداتا هنختار بقى هنا داتا كده من عندي عشان بس اختار هنجيب مثلا داتا سورس وليكن الشكل ده تمام لا انا عايز الداتا الشكل ما يبقاش الشكل ده كده بي ان جي واختار فري داونلود هقول لك دلوقتي احنا بعمل ليه كده الحته دي خليها سيف تمام واجي هنا كده انسرت واجي في الايمج بليس هوفر سيلز ذيس ديفايس ونخليها دي طب دي انا بعملها ليه هقول لكم دلوقتي ليه دي كده المنظر ده فكده انا عندي ده ده الداشبورد ودي دي دي بقى نعمل لها ايه ادوس عليها كليك يمين في حاجه اسمها لينك اخليها لينك الينكها بايه بقى الينكها بالسورس جدع بليس ان ذيس دوكيومنت واختار السورس داتا سورس وادوس اوكي فبمجرد ما باجي ادوس على دي كده هينقلني للسورس تمام ولما واروح مثلا اعمل هنا كمان كليك يمين دي كده لا انا اختار بقى دي كلهم كده وكده وكده كنترول سي هنا كده كنترول في تمام المنظر ده كده المنظر ده ده كده كده واخده الداتا سورس بتاعتنا هنيجي بقى هنا نعمل كليك يمين لينك بليسد ان ذيس دوكيومنت نخليها دي ايه الداشبورد بتاعي بحيث ان انت لو في السورس عايز تروح للداشبورد تروح دايس على دي كده تنقلك للداشبورد دي في الداشبورد عايز تروح للسورس حلو حلو خلي بقى لا خلي بقى البيتزا دي على الداتا بتاعت البيتزا نفسها لا ونعمل بقى سورس بقى يعني نعمل بقى سورس سورس نعم احنا الكارد دي ما انا هعمل لها طيب انا والله انا قاعد عمال افكر لا 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 انا نسيت بس الحته دي ف القعده معاكم بالتسويق هتضرب ده تمام كده خلاص كده فكده احنا بس الكارد دي فكده احنا عملنا ايه الداشبورد دي كده شباب بحيث ان احنا لما نكون قاعدين كده مثلا تيجي تختار لارج
هيبتدي يتغير معاك كل حاجه. تيجي تختار كلاسيك هيبتدي يتغير معاك كل حاجه. تيجي تفك الفلتر كده تشيل كل حاجه. لو انت عايز تشوف الفرق ما بين الاكس لارج والسمول هيجيب لك الفروقات ما بينهم. دي مفيش سمول ولا مفيش لارج ولا ايه اهو لارج وسمول يعني ما بيجيبش. طب نعمل كده لارج اهو كده ده عشان مفلتر على سبتمبر. فلو فكيت سبتمبر دي كده هيبتدي يجيب لي اللارج والسمول او الميديوم والاكس لارج وهكذا عشان كنت مفلتر على شهر معين باين. تمام كده يا شباب؟ فكده دي داشبورد الى حد ما شامله فيها كذا حاجه. ادوني بس لحظه افكر بس في الحته بتاعت التكست دي اهو. نعمل شير معلش كده عشان بصوا يا شباب معلش احنا عشان بس الحته دي عشان انا يعني تعبت مني شويه الحته دي ماشي اهو معلش الحته البسيطه دي انتوا معايا معلش اخر بس حاجه خلاص ويعني مش هنطول عليكم. انا عارف ان في تفاصيل كتير قوي اتشرحت. الحته دي معلش الحته دي هتكون شيب جواها تكست بوكس شيب جواها تكست بوكس. يعني تعال نمسح كده الكلام ده كده كله اهو. نعمل اول شيب عشان بس الجزء ده انا كنت تايه عن دماغي خالص. انسرت شيب اهو. نعمل المنظر ده كده اهو. مثلا الشيب ده مثلا يكون عباره عن اللي هو نمبر اوف كاستمر. مثلا هنكتب نمبر اوف كاستمرز. انا بكتب فين اهو نمبر معلش اوف كاستمرز تمام خلاص كده يا شباب معلش انا اسف. يلا بس عشان بس نخلص بس اللقطه دي نمبر اوف كاستمرز خليها دي كده هنا ونخلي دي مثلا دي بالبولد ونخليها كده كنترول سي كنترول في كنترول في تاني عشان نخليهم اكتر من حاجه. هي واحده كمان واحده كمان اهي تمام اهي نمبر اوف كاستمرز وبعد كده دي توتال سيلز وبعد كده دي الكوانتيتي توتال كوانتيتي تمام. هنيجي هنا بقى عشان نجيب الكاستمرز دي هنعمل انسرت تكست بوكس ونخليها هنا كده. التكست بوكس هيبقى ايه؟ هيبقى ندوس هنا كده يساوي ده توتال اوف كاستمرز. هنيجي هنا في الداتا سورس نيجي هنا كده ننزل تحت عشان لما باجي ادوس هنا بيطلع شويه حاجات كده كتير. ننزل تحت ودي فوقيها على طول يبقى نغير بدل 15 دي نخليها 14 اوكي ونكبر الكلام كده شويه معلش عشان دي يعني دي كان فيها اهي كده كويسه كده كويسه اهي ونخليها تبقى كده بالمنظر ده كده خلاص كده. طب احنا دلوقتي عندنا مشكله الاوت لاين اللي هو الاوت لاين هنيجي نقف هنا في شيب فورمات في حاجه اسمها اوت لاين شيب اوت لاين خليه نو فيل نو اوت لاين بالمنظر ده كده وصل كده ونخلي مثلا الشكل ده مثلا كده الشكل ده يبقى باللون الازرق اللون الازرق ونخليه مثلا بولد مثلا بالمنظر ده كده ونعمل من ده مثلا كنترول سي كنترول في 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 لا في واحده بس كده كده ونحط دي هنا كده ونحط دي هنا كده ده التوتال ايه ده توتال كاستمرز بعد كده نيجي هنا كده يبقى ده توتال سيلز توتال سيلز من داتا سورس توتال سيلز فين اهي تبقى 14 هنعملها دي كده ونعمل الفورمات بنتر فاكرين الفورمات بنتر اهي ونعمل هنا دي كده وتعمل كده ونيجي هنا دي كوانتيتي نعمل الكوانتيتي ده نخليه كده ونخلي الكوانتيتي فين اهي ونخليها 14 دوس انتر ونعمل دي سلام عليكم لا انا مش هينفع بقى سلام عليكم بس كده كده احنا الى حد ما كده الشكل بقى كده كويسه يا نسا كده كويس اهو. فكده احنا الحمد لله اهو عملناه اهو الحمد لله صغر دي كده شويه نتوكل على الله وندوس كده في اي سلايسر اهو ابتدت تغير ليه مش سامع ليه؟ ما انا مربطها في البيفت تيبل بص خدي بالك انت هتلاقيني ببقى كده كتير عشان ابتدت البطاريه تقع كده اهو الميديم لارج
ممكن مثلا عايزين مثلا نزود الشارت كمان مثلا نخلي دي كده هنا كده ونعمل مثلا شارت كمان واحده كمان. ايه رايكم نعمل واحده ايه تاني؟ المكرو ان شاء الله هيبقى كويس بس يعني 9 ماشي ان شاء الله. لا لا مفيش مره جايه، المره الجايه تبقى ضرب نار. لا لا المره الجايه احنا ممكن نعمل مثلا واحده ايه مثلا ان هو نقول كام بيع في الشهر، كام بيع في اليوم، احنا بعنا كام بيع في اليوم ولا مش مظبوط بالشهر بالشهر يعني على الله يعني. هنيجي نعمل هنا كده انسرت بيفوت شارت بيفوت تيبل قصدي ونحطها في الداتا سورس ونحطها هنا كده اهو كده ونقول له انا عايز اعرف الاوردر ديت كام اوردر ديت طلع بالشهور اهي، الشهور اهي مش عايزها بال اهي، وعايز التوتال برايس احنا عايزين بعنا منه قد ايه. تمام كده وصل كده يا شباب ولا ايه؟ تمام. في الداشبورد هنا لو تلاحظوا السيلز كاتيجوري مش متظبطه يعني طالع نازل طالع نازل، فانا عايز اظبطها. هنيجي هنا كده وهنروح عاملين هي دي جايه من سيلز كاتيجوري اللي جايه من هنا صح؟ كاتيجوري ايه؟ ندوس كليك يمين سورت باي لارجست سمولست. لما اجي اعملها كده ونيجي ننزل هنا في الداشبورد هتلاقيها اتظبطت. وضحت؟ ان هي تبقى نازله تنازلي ديسندنج. وصل كده يا شباب؟ تمام كده؟ تمام. لما نيجي بقى نعمل بقى الماكروس بقى قصدي الماكروس يعني. كده ابتدى الموضوع هيك الموضوع يقع خالص. دي بقى ممكن نعملها ايه بالبار تشارت. البار تشارت ايه؟ ان احنا نعملها بالمنظر ده كده. نيجي نعمل دي كده كليك كنترول اكس داشبورد نعملها هنا كده كنترول في نحطها هنا كده ونمسح كل حاجه تخص بتضايقنا في الـ في الـ في الـ دي نعمل ديليت. نيجي نعمل هنا كليك يمين تاني معلش ممكن انا اكون قتلت ولا هو الموبايل الجهاز كمان قاتل معايا اهو. انسرت بيفوت تشارت بار تشارت اهي دبل كليك ونعمل كليك يمين نعملها هنا احسن هايد اول دي ونعمل دي توتال نشيلها ونشيل كمان شايفين اللاينز دي اللاينز اللي هي دي واحد دي ندوس عليها كده اهي علمتها اهي خدت بالكم ندوس عليها ديليت كده اتمسحت ونكتب دي ايه خدت بالكم من اللقطه دي اللي هو عامل لي التقسيمات طالع نازل طالع نازل فنيجي نعمل هنا كده كليك يمين سورت لارجست سمولست او سمولست تو لارجست اهي فجاب لي من الاعلى للاصغر فاهمين قصدي يا شباب ولا ايه كده اهي ونروح ماسحين الجزء اللي تحت ده كمان ونيجي نعمل هنا توتال سيلز بير مانث اهي كنترول اكس ونروح واخدين هنا في الداشبورد نحطها هنا كده اهي بس هي قرعه نعمل ايه نروح رايحين على الديزاين ونروح اد داتا ليبل عشان تبقى انسايد تخليها اوتسايد عشان تخلي لي الحاجه تبقى واضحه قوي تمام كده فكده بقى عندنا السيلز بصوا بقى عشان في مشكله ممكن تقابلكم في الحته دي احنا هنا زودنا بيفوت تيبل تاني فلما نيجي نزودها في السلايسر وفي التايم لاين يبقى نيجي هنا كده ونيجي عند سلايسر هتلاقي في حاجه فاضيه هنا بصوا او بص في واحد فاضي اهو خدت بالكم ده البيفوت تيبل الجديد اللي اتضاف ما بنغيرها بس يعني هقول لك دلوقتي نغيرها لا نغيرها لا نغيرها ثانيه اهي صح 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 لا لا مفيش ضغط اهي بص اهي بص يا شباب اهي نعمل دي كده اهي واهي عشان تغيروا اسم التيبل صح زي ما بتقول تيجي تقفوا هنا هنلاقي بمجرد ما تيجي نقف هنا هنلاقي الحاجه اسمها البيفت تيبل ده في التيبل انلايز اسم بيفت تيبل 25 ممكن نخليه ايه مثلا يبقى سيلز بير كاتيجوري بقى ده مثلا ده بقى ايه سيلز باي سايز سيلز سايز على طول يعني عشان بحيث ان هو ايه يبقى ظاهر على طول وهكذا يعني فاهمين قصدي ايه بتظهر عندكم في السلايسر وانتم بتختاروا وصل كده فكده الداشبورد دي اهي لما تيجي تقفوا هنا كده دوسوا على كلمه دي مثلا ابتدت تتحرك دوسوا على كلمه دي ابتدت تتحرك وتفكوا الفلتر خالص ابتدت تعمل ولما تيجي تختاروا كلمه اوجست هيبتدي يجيب لك اوجست لما تيجي تدوس كنترول وتدوس على اوجست ومفيش دي
دوس شيفت بقى مش شيفت اللي هو سبتمبر اكتوبر جاب لك سبتمبر اكتوبر الحمد لله انا خلصت داشبورد ناقص بس حاجه تانية اخيره عشان بس ايه الماكروس بصوا يا شباب الماكروس ده هو طبعا هو مفيش حد بيستخدمه كتير بس لو عرفت شغله الموضوع هيبقى اسهل بكتير قوي ليكم انا سايب دي كده الماكروس دي بتقدر تخلي زي انسان آلي كده يعمل لك الشغل بتاعك وصل كده حتى لو انتوا اكيد انتوا عارفين الحته دي لو انتوا قلت لكم كلمه ماكرو دي تيجي في دماغك كده حاجه اوتوماتيك لو حد مثلا قرا اي حاجه في الماكرو في ابلكيشن انا بستخدمه اسمه ماكرو درويد بقول له ايه مثلا بقول له لو حد كتب الباسورد على الموبايل غلط خد لي صوره من وشه خد لي صوره والله كان خد لي صوره والله انا بعملها على فكره في الموبايل عشان حد يقرب منه فهي دي اللقطه مثلا بقول له مثلا وانا نايم شغل لي مثلا صوره قران مثلا ده اسمه ماكرو اللي انت بتقدر تعمل حاجه اوتوماتيك وتشتغل مع نفسها تمام ده الماكرو تسمح لك تسجل سلسله من الاوامر والاجراءات وتنفذها تلقائيا فيما بعد بنقره واحده بس ده كل شكل ماكرو وازاي انت تجيبها الماكرو من هنا بصوا انتوا غالبا مش هتلاقي عندكم حته اسمها ديفلوبر تاب دي مش هتلاقوها عندكم مش هتلاقوها عندكم في الاكسل عشان تلاقوها في الاكسل هنعمل ايه هندوس هنا كليك يمين كاستمايز ريبون خلوها عندكم على فكره ديفلوبر دي هتفرق معاكم على فكره يعني قصدي هتفرق معاكم الماكرو دي عموما كاستمايز ريبون هتلاقي في حاجه اسمها هنا ديفلوبر اعملوا عليها تشيك بعد كده اوكي خلاص فكده فتحت الديفلوبر او الماكروز عموما كليك يمين تعالي اتفضل عشان هنشرح الحته دي عشان تبقى انت بتقولي معي الداشبورد بعد كده نطيت على طول لا طب لا طلعي تمام كده تمام بصوا يا شباب بصوا عشان بس اشرح لكم الجزء ده صدقوني هيفرق معاكم في شغلكم جدا والله يعني لو انتم شغالين على داتا كتير صدقوني الموضوع هيفرق معاكم في شغلكم بصوا معلش احنا هنيجي زي المحاضره اللي فاتت انا عارف ان في ناس عطلانه دلوقتي في ناس شايفاني ان هي بلور دلوقتي شايفاني اتنين زي كده رضا كده بس الفكره لما تيجوا تتفرجوا على الفيديو ان شاء الله الموضوع والله معلش انا اسف انا صدقوني انا زوجي اتنبح والله بس انا بس لازم اشرح لكم الحته دي عشان اللي جايه هيبقى يعني جاي لازم كل حاجه اخلصها في وقتها بص في حاجه اسمها كاستمايز ريبون كليك يمين في اي حته هنا كده تحت مش فوق تحت هنا كده في المود دي كاستمايز ريبون في حاجه اسمها تظهر لكم هنا اسمها ديفلوبر تاب او ما تفعلوا ديفلوبر دي وتدوسوا اوكي هتلاقي ظهرت عندكم الديفلوبر دي تمام كده الديفلوبر دي وظيفتها ايه اهي في حاجه اسمها ريكورد ماكرو طب تعالوا الاول نشوف هنعمل ايه بالماكرو انا هعمل دي كده سيف اهي ونيجي ناخد كده الداتا دي كده انا هاخدها كده زي ماكرو الماوس والكيبورد تعالى كده ناخدها كده في كنترول ان واخدها كده في اكسل شيت لوحده خالص انا عايز اخدها كده في اكسل شيت لوحده خالص انا سايب ده كده ونقفل دي كده خالص بصوا يا شباب اولا الماكرو لازم الحاجه اللي انت هتشتغل بيها تبقى مظبوطه بالسنتي ما ينفعش تغير في اي حاجه في الاجراءات بمعنى دلوقتي انا عندي شويه داتا عايز اطلع منها شويه معادلات عشان بحيث ان انا كل شويه بعمل مع نفس المعادلات نفس التيبل نفس كل حاجه هنيجي هنا كده وندوس هنا حاجه اسمها ديفلوبر وندوس هنا كلمه ريكورد ماكرو ريكورد انا كده الماكرو انت عايز تسجلها باسم ايه اقول له مثلا باسم تيست مثلا تيست يقول لي انت عايز تحطها على البيرسونال ولا على الورك بوك لو انه انا خليها على البيرسونال اللي بحبها على البيرسونال تبقى عندي انا ما تبقاش على الورك بوك تبقى في المحفظه بتاعتي انا او في الحاجه بتاعتي انا ندوس اوكي فكده عمل لي العلامه دي كده اهي كده احنا ريكورد ماكرو كده شغال يعني كده احنا شغالين هنقول له ايه مثلا اقول له انا عايز ركزوا في اللقطه دي انا عايز اقول له معادله يونيك اهي يا موسى يونيك على دورك هنا دوس انتر تمام وتجيب لي التوتال سيلز بتاعها
وتجيب لي الكوانتيتي بتاعها. تمام، نعمل سام اف. انا بس هوريكم حاجه تفصيله قوي، ده وندور بيه ده ونجيب التوتال برايس ده. ده ونيجي هنا في الكوانتيتي سام اف برده فين ده في ده، ونجيب الكوانتيتي ده. نفترض ان انا عملت ايه، ركزوا في اللي انا بقوله، انا عملت ايه كده؟ انا عملت معادلات على الجزء ده بس، خلاص كده يا باشمهندس خلاص. واروح اعمل ايه اللي هي ايه، بوز بقى او ستوب الماكرو، ادوس ستوب. تمام، طب انا عايز اعرف الماكرو دي فين. الماكرو دي بقى كان في حد من اللي في الاونلاين معايا، معايا سامعيني في الاونلاين؟ الو، معاك يا دكتور. تمام يا دكتور. قفل؟ لا، في ستوب شيرنج. الو، انتوا معايا في الاونلاين؟ حد سامعني؟ مع حضرتك. بصوا، كان في حد في الاونلاين سالني في في بي اي فيجوال بيزك، في معادلات فيجوال بيزك، هي دي نخش عليها. في حاجه اسمها ديفلوبر، نخش على الديفلوبر اهي كده، ونخش على حاجه اسمها ماكروز. ماكروز اهي، ده اكتشفت ان انا عندي ماكروز كتير، ده مسجل شغل كتير قوي عندي اهو. هنيجي هنا كده في التست، ونعمل ستيب انتو. ستيب انتو هنا دي الشكل بتاع الماكرو، دي معادلات الفي بي اي اللي اتسجلت. شايف قد ايه؟ شايف قد ايه عشان نعمل معادلتين؟ شايف عملت ازاي؟ عشان كده ما انصحش بالموضوع ده خالص. اهو كده، خلاص كده؟ ايوه، ده الباك اند بقى، ده الباك اند بتاع الاكسل. ده اللي انت مش شايفه. دي شاشه من ضمن الشاشات اللي انت مش شايفها. خلاص، وندوس سيف. ركزوا في اللي انا هعمله دلوقتي. هندوس سيف، واروح قافل دي كده. كده. واخد الشيت ده كده. كنترول سي، كوبي قصدي، عشان افتح صفحه جديده ادوس كنترول ان ان نون اهي كده، واعملها كده واقفل دي خالص كده. الاونلاين انتوا كنتوا سامعيني؟ انا كنت قافل الصوت. الو، انتوا كنتوا سامعيني؟ لا، طيب كده تمام كده تمام. لا، سامعين كل الوقت. انا اسف، انا كنت قافل الصوت عندنا. لا، ما فيش حاجه فصلت، احنا سامعين تمام. واهم حاجه ريكوردنج بس. مش كان في حد كان بيسالني عن في بي اي؟ كان في حد في الاونلاين كان بيسالني عن في بي اي؟ تمام. المهم، احنا سالنا دلوقتي اهو. دلوقتي هنيجي عند الديفلوبر ماكروز. بصوا كده في الحته دي، بصوا انا كده مفيش معادلات هنا يا شباب، ركزوا في الحته دي. انا كده مفيش معادلات هنا في الجديد. ده كده في الجديد. ديفلوبر ماكروز كده، واجي على كلمه تيست ودوس رن. عملها لي، خدت بالكم؟ وانا بحكي في ايميل شويه. يا جماعه انتوا سامعيني؟ انتوا معايا؟ انا صوري وجعني والله العظيم. انت بتعمل نفس الشغل كل شويه، فبدل ما انت تقعد تعيد نفس المعادلات كل شويه، تعملها مره واحده وبزر زي كليك واحده عملت الفيديو، عملت الحاجه. فاهم قصدي؟ ايوه طبعا، هو سيكونس. استنى، انت بتقول على البيتزا سايز هي اتغيرت؟ طب ثواني، طب ثواني، احنا خدنا البيتزا سايز اهي صح كده، وخدنا اللي هو السايز بتاعها صح؟ يعني المفروض لما اجي اخدها كوبي ياخد لي كمان البيتزا سايز. لو الداتا اتغيرت هياخدها لي برده بيتزا سايز صح كده؟ صح؟ تعالى انا اخدها. طب تمام، صح 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 صح، انت صح. هنيجي نعمل لنا كده واقول له ايه؟ بدل البيتزا سايز اللي انت عايزها نخليها كاتيجوري، ايه رايك؟ ما انا غيرت مكان الكولوم صح؟ يبقى بدل البيتزا سايز دي كده اخلي الكاتيجوري ده قبليها، يعني دي اخلي دي هنا كده صح كده؟ يعني بقى كاتيجوري بدل البيتزا سايز، والبيتزا سايز بدل الكاتيجوري. خلاص؟ وهنعمل هنا كده. ده بص بقى يا باشمهندس، بقى الموضوع جامد قوي كمان. ده بص بقى، احنا ممكن نعمل حاجه حلوه قوي. شوف التست دي، في حاجه اسمها اوبشن ممكن نربطها بشورت كات. يعني ممكن اقول له ايه؟ كنترول شيفت ار مثلا، ار كنترول شيفت ار، ادوس اوكي. بعد كده ما ادوسش حاجه، ادوس كنترول شيفت ار، جابت لي الكاتيجوري، ما جابتليش البيتزا سايز. يعني ايه معاك داتا؟ ما هو الداتا بتتغير يا باشمهندس، مش لازم نفس التيبل يا باشمهندس، شهور يا باشمهندس تانية.
شهر واحد شهر اتنين شهر تلاتة تعال ناخد لحظة تعال نجيب داتا تانية تعال نجيب داتا تانية ثانية لحظة أنا كيف فهمتك أهو لو عايزين نمسحها نيجي عند التست دي كده ونعمل ستيب انتو ونعمل كنترول اي وديليت اوكي بعد كده نعمل هنا ريموف موديول دوس سيف نرجع تاني سيبك بقى من كل الكلام ده الكلام ده متعب قوي عشان صح الكلام ده متعب ان ناخد شهر واحد مش هو مش احنا شغالين اهو اهي مش احنا شغالين على سنه 2015 هناخد شهر يناير بس صح كده معايا هناخد شهر يناير بس خلاص يعني انا هسيب شهر يناير كده وامسح الباقي صح صح ولا غلط ادوس دي يبقى كده اللي موجود ايه شهر يناير بس وضحت فهشتغل على شغل شهر يناير تمام كده تمام ماشي تمام هنقول له ايه بقى بص شباب الموضوع ده حلو بص هنقول له هنا ريكورد ماكرو نقول له ايه تيست تاني ولا انتوا عايزين نحسب بقى نسميها ايه تيست اوكي ونروح دايسين اوكي ونقول له ايه انا عايزك تجيب لي يونيك البيتزا سايز او البيتزا كاتيجري استنى لحظه بيتزا كاتيجري خلاص وتجيب لي هل ينفع ان انا اجيب الشهر اليوم يعني لو انا جبت اليوم كده هيجيبها لي لو انا جبتها كده فين شورت ديت اهي بس اهي او جاب لي اليوم اهو 1/1 3/1 6/1 لان مفيش 2 يعني مفيش 2/1 يعني على حسب اليوم اللي اتطلب في الاوردر خلاص كده وكده هنجيب وهقول له بقى ايه ركز بقى واقول له اعمل لي مش احنا فاكرين احنا ان كان في معادله اسمها تكست الشهر اللي المعادله اللي فاتت دي تكست تايم واقول له انا عايز اول واحد خالص اول تاريخ تقابله هات لي المنصب بتاعه اللي هو ايه ام 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 فاكرين ام 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 دي جانيوري يعني بيقول له ايه اول تاريخ تقابله هات لي الاسم بتاع التاريخ بتاعه اول تاريخ تمام وهنيجي هنا كده وانا خلينا هنا خلينا في الوقت كده كويس ولا نحط مثلا توتال سيلز وتوتال كوالتي ولا عشان ما نطولش حاضر تمام ونعمل ايه ستوب ماكرو ونيجي عند عشان بس نسيفها صح نثبتها كده نروح داخلين على التست ستيب انتو ونعمل سيف هيك كده احنا عملنا ايه كده احنا خدنا مبيعات شهر واحد فقط هنمسح دي كده معلش انا هجيب بس كده داتا اهي انا هجيب مبيعات بقى شهر اتنين عشان الدنيا اتغيرت ولا والدنيا بقى بتغلى والكلام الموضوع صعب ماشي اهو هنجيب مبيعات اهي كده كنترول اي وهنروح في شيت جديد خالص اهو ونحطها خلاص وهنجيب هنا مبيعات شهر اتنين يعني نشيل كله ونخلي شهر اتنين بس اللي موجود صح شهر اتنين اهو تمام كده يا شباب وكل اللي عليا ان انا هاجي اعمل ايه ادوس على ديفلوبر ماكروز وهنيجي عند تيست دي وندوس دبل كليك اهو جاب لي مبيعات شهر فبراير قصدي ان الداتا كل ما بتتغير كل ما المعادلات بتتغير معاها وضحت كده تفرق بقى مثلا يعني سنه والسنه اللي بعدها مثلا عايز اشوف نفس الستبس اللي عملها نفس الاناليسيس اللي عملها السنه اللي فاتت بدل ما بقى يعمل كل حاجه بالظبط يعني ممكن بص يا باشمهندس ممكن تعمل مثلا نقطه حلوه جدا يعني ممكن تقول له ايه يعني ممكن تيجي مثلا هنا تيجي ده عند الديفلوبر دي نمسح دي كده مثلا نقول له كنترول اي ديليت ريموف موديول نسيب دي كده نقول له مثلا ايه ممكن تعمل لي ماكرو انا بعمل ماكرو ايه كده ونخليها مثلا تيست برضو تاني نقول له بقول لك ايه انا عايزك لما تشوف بص بقى ركز بقى في الحته دي في كده باشمهندس حاجه حلوه جدا في البيفت تيبل انت ممكن تكون مش شفتهاش قبل كده احنا لازم لما تيجي تاخدها في شيت يبقى لازم الشيت من فوق اسمه بوك 1 بقولك ركز في الحته دي اسمها بوك 1 في حاجه في البيفت تيبل كده يا جماعه دي ادفانسد قوي محدش بيستخدمها كتير خالص انسرت نفترض ان انا عايز اخلي الكاتيجوري يبقى في تابه في كل حاجه يعني ركزوا انا هعمل بيفت تيبل بالمبيعات بالكوانتيتي ركزوا خلاص كده وصلنا للمرحله دي تمام انا عايز بقول له ايه كاتيجوري زي التشيكن خده لي وحطه لي في تاب لوحده زي هنا كده في تابه زي شيت 1 كده كاتيجوري زي الفيجي خده لي وحطه لي في تابه ثانيه
كاتيجري زي ما اعرفش يخدوا لي يحطوا لي في حاجه ثالثه. الفكره دي جامده جدا يا باشمهندس. تمام نعم. ابسكريبت يعني ابسكريبت ابسكريبت ده ايه؟ ده في جوجل شيت. صدق ابسكريبت ده انا كنت يعني نزلته على الموبايل بس ما استخدمتوش، بس جميل بصراحه يعني ما اعرفش. لا انا لا ما وصلتش المراحل دي على فكره. انا كده كويس. بص اهو ركز بقى الحته دي. انسرت انسرت انا كده يا باشمهندس بريكورد انسرت بيفت تيبل واقول له اعمله لي في نيو ورك شيت. خلاص تمام كده تمام. ونقول له ايه؟ انا عايز البيتزا كاتيجري تخليها تحطها لي في الفلتر، والتوتال سيلز حطه لي هنا، والبيتزا وال 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 والايه ده فين 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 الكوانتيتي فين؟ فوق. الكوانتيتي حطها لي هنا، والبيتزا سايز حطها لي هنا، وكبر لي الكلام ده كده. ركزوا بس يا جماعه معلش انا اسف اخر حاجه والله وخلاص يا كده. واعملها لي كده خلاص كده تمام. ركزوا بقى في اللي جاي. بقى اللي جاي دي حاجه مهمه جدا. هنيجي بقى في البيتزا بالبيفت تيبل انلايز. تمام البيفت تيبل انلايز. هنيجي عند اوبشن دي. بص يا باشمهندس الاوبشن دي، وهنيجي عند شو ريبورت فلتر بيج. ركزوا في الحته دي جامده قوي. وهندوس عليها اوكي. بس بصوا اللي هيحصل هنا. شيت واحد وهنا شيت اثنين. اوكي سوبريم في جي كلاسيك تشيكن. حلوه جدا. ركز بقى ركز. خلاص احنا كده وصلنا المرحله دي كده خلاص خلصنا. ركزوا بقى. لا لا موضوع حلو جدا. ركزوا بقى. نعم لا ما هو تاني. لا تاني تاني. بعد كده ندوس ستوب ريكورد. عملنا ستوب. بعد كده عملنا ديفلوبر. هنيجي عند تيست. لازم لازم اسيفها يعني ستيب انتو واعملها سيف كده. خلاص خلاص كده. شفت الخطوات قد ايه يا باشمهندس؟ شفت الخطوات قد ايه؟ انا هقفل دي كده خالص. انا هقفل دي كده خالص. عيني عيني عيني. اوكي اروح بقى فاتح بوك 1. لازم يبقى بوك 1. لو بوك 2 الدنيا ضربت. نعم ليه يا باشمهندس؟ ليه منفصل ده؟ انا بعمله في شيت بس واحد يا باشمهندس. الداتا الداتا هي هي يا باشمهندس. فيها يا باشمهندس قدر الناس بجد. اهي كنترول ان. لا ده بوك 5. لا لا ما ينفعش. لازم نقفل دي كده. نعملها سيف كده ونقفل. يبقى نعمل دي كده انسرت بوك من اول بوك تاني. بوك تاني هيفتح ايه؟ ها بوك 1. لازم تبقى دي بوك 1. بعد ما انت عملتها بوك 1 يبقى تلتزم. الداتا اللي جوه بتتغير مفيش مشكله، لكن الاستراكشر يبقى ثابت. فاهم قصدي؟ ناخد دي كده فين داتا ادفانس ده يا رب. اهي كنترول اي كنترول سي ونيجي نعمل هنا كده كنترول في كده. خلاص نقفل دي بقى كده. نو ماشي. نفتح الاكسل ده كده. انا ما عملتش اي حاجه. انا هاجي عند ديفلوبر، هاجي عند ماكروز، هاجي عند كلمه تيست، وهاجي ادوس ران. السلام عليكم. سمعت تحت. حلوه جدا حلوه جدا. الماكروز دي يا شباب تقدر تساعدكم في شغلكم جدا. انا هعملها لكم الحركه دي تاني يا بس. نعم شفت بقى اهو اهو ابتديت اهو تبقى فول هول الموضوع. بس انت كنت بتقول اعملها ليه اعملها ليه وعملت بقى. خلاص شفت 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 كام خطوه اتلخصت في خطوه ازاي. انت بتعمل شفت بالظبط بالظبط. انت بتعمل كل الشيت هي بتتعب بس اول مره، وبعد كده بتريكورد التفاصيل بتاعتك. بس خد بالك اي ريكورد تبقى حافظ مكانه فين. الداتا اللي جوه بتتغير مفيش مشكله. اصل انت مش كل شويه هيجي لك يعني ايه فايدتها؟ ايه السؤال يعني؟ تخيل كده انا بقول لك ايه، انا هديك داتا شهر واحد تعملها لي في شهر. ايه ده انت عبيط يا عم انت؟ انا عايز شهر اثنين شهر ثلاثه بحيث لما انا احطها جوه المخرطه دي تطلع لي داتا ثانيه. فاهمين قصدي ايه؟ خلاص كده. تعالى بقى اوريكم بقى المنظر اللي انتوا عايزين تشوفوه اهو. هنيجي نعمل هنا كده ونفتحها تاني. دي كده اخر حاجه خلاص كده الحمد لله. حاضر يا اتنين بحب الله اهو كده اهو. بصوا يا شباب عشان تعملوا اللقطه اللي انا قلت لكم عليها دي، تعالوا نكبر كده الكلام كده شويه. انسرت بيفت تيبل في نيو ورك شيت. هقول له اه في نيو ورك شيت. خلاص كده تمام. بعد كده اقول له ايه؟ انا عايز البيتزا كاتيجري. اول لازم الحاجه اللي انت هتنزلها في الشيتات تحت دي لازم تبقى الحاجه تتحط في الفلتر. يعني ايه؟ هتبقى بيتزا كاتيجري تحط هنا في الفلتر.
عشان لما تيجي تنزل تنزل هنا كده. خلاص كده وضحت كده تمام. احنا ممكن كمان نخليها بالشهور كمان يعني ممكن تبقى شهر تنزل كده كلها مره بس خليها في البيتزا كاتيجوري. ونقول له ايه تاني؟ ونقول له ان ايه تاني التوتال برايس نخليها هنا والكوانتيتي نخليها هنا والبيتزا سايز نخليها هنا كده. وصلت كده؟ ونكبر الكلام ده كده شويه عشان لما تيجي تنزل تنزل بالكبر ده. خلاص كده؟ كده احنا ده الطبيعي بتاع البيفت تيبل اللي احنا ماشيين عليه خالص. اخر بقى حاجه البيتزا كاتيجوري الفلتر دي لازم تنزل هنا. هنيجي في البيفت تيبل انالايز دي علامه الارو دي شو ريبورت فلتر بيجز دي هيظهر لك دي كده بيتزا كاتيجوري دي اللي هتنزل هنا. ونروح قايلين ايه؟ الو اوكي نزلت هنا. بصوا بقى الفي جي جابت لي الفلتر بتاعها اللي هو 13 كوانتيتي وكذا، السوبريم 16، الكلاسيك 4 وهكذا. فلترت لي كل حاجه لوحدها في تيبل لوحده. انا خلصت، انا خلصت كل حاجه على فكره، مش محتاج ما خلصتش بورد، انا خلصت كل حاجه كده. تمام كده يا شباب؟ في حد عنده اي اسئله؟ انتوا معايا صح ولا انتوا جايين؟ لا هو حاجات حلوه بس محتاجه بقى ايه؟ تشربوا قهوه تناموا وتشربوا قهوه وتصحوا كده يعني كده انتوا ترجعوا. شوف حاجة يعني ده تجديد تقفلي كل الشتات وتفتحي اول شيء اول شيء تفتح يبقى بوكوا تحطي الداتا جواها. ما هو ما كله ما هو حافظ كل حاجه يا حاجه في ما هي. بصي الحاجه هي A B C لحد الجي تمام. الداتا اللي بيجي لك مثلا افترض بيجي لك مثلا ريبورت مثلا من سيستم. بصوا يا شباب معلش عايز اوقفك لو جاتني. بصوا يا شباب في مثلا بيجي لك مثلا داتا من سيستم، داتا من سيستم يعني مثلا داتا من سيستم من ساب مثلا من اوريكل من اي حاجه. بس الداتا اللي بتجي لك مثلا بتجي لك كل شهر اللي هو مثلا شهر 1 شهر 2 شهر 3. هي الداتا اللي بتيجي من سيستم بتبقى جايه اسطمبه واحده، الداتا اللي جوه بتبقى متغيره بس قصدي الكولز بتبقى ثابته. يعني مثلا ايه الستور السيلز الكولومز اسميهم ثابته لكن الداتا اللي جوه بتتغير. انت كل عليك هتعمل ايه؟ هتاخدها هنا كده تروح حاططها في البوك وان وتروح عامل رن على الماكرو خلص الموضوع. ايوه يا جماعه مش بوك وان يا جماعه، ممكن تحطوا شيء اسمه ممكن تحطوا شيء اسمه تست، ممكن تحطوا شيء اسمه حماده يعني. انا بس عشان عملته بوك وان لكن ممكن تحطه في لازق في اي شيء باسمه يعني. ايه؟ ايوه يا جماعه عادي سهل على فكره تعملوا شيء وتخلي الشيء ده للتست. يعني تقول له ايه؟ انت مثلا بتحسب فواتير مثلا او بتعمل كذا كذا طريقه. بص بس هي الفكره بالظبط. بص اوريك حاجه. بص يا شباب بصوا انا عندي بصوا انا بس عايز اوريكم حاجه. بصوا انا عندي كام مكروز انا عاملها ده شغلي على فكره ده شغلي. بصوا ديتيل سيت امبلوي رانك فورمات سيت اونلاين كي بي اي اونلاين شوبيفاي ار ام اس بوب اب سيلز كويز ريتيرن مانجر ريبس. بصوا كل دي حاجات انا عاملها دي على فكره ده شغلي حرفيا. تمبر معرفش ايه تيست ترانسبورتيشن زيرو سيلز دي حاجات انا باخدها بسحبها مع سيستم انزلها في شيت رن. انت فاهم قصدي؟ رن هو بيرن في الاخر يروح مطلع لي رقم ده اللي احنا عايزينه. ده انا اللي انا قلت لكم ده حاجات بسيطه لكن ده ممكن تعمل حاجات كتير قوي. تدخلوا البيفت تيبل ممكن تعملوا معادلات بره ممكن ما اعرفش بعد ما تخرجوا من البيفت تيبل تعملوا حاجه ثاني. فاهم انت بعد كده بتعملوا كورس ريني عادي يعني ريني يعني الشيت يا جماعه بوك وان دي هي ما اعرفش لمسه في الشغل يا جماعه بوك وان دي زي اي اسم. يعني مثلا عامل شيت الاسئله اللي عرفت عليه المفروض اسمه هدى بس خليه هدى بس انا بقى رحت زياني مثلا شهر اثنين رحت احط شيل اللي في هدى في شهر واحد حطي شهر اثنين في هدى تاني. انا بقى عايز اسيبه بقى على سيب اس حته ثانيه. سيب اس عادي اعمليه. ايوه اعملي سيب اس حته ثانيه. بس كده اصل بوك 1 يرسل عايز تخرج. لا انا فاهمه كده فاهمه موضوع بوك 1 انا بتكلم بعد كده في السيب بعد كده. تمام انا يعني انا قصدي ايه؟ الماكروز دي يا جماعه والله ده كنز اقسم بالله والله كنز يا جماعه والله انا بقول لكم ده ولسه فيها بس يعني ده كان كنت بشتغل عليه شويه كده بعد كده نقلت على لاب تاني. فاللاب التاني ده مليان ماكروات يعني انا كل ما ابقى فاضي كده اعمل لي ماكرو. ايوه بس هو حلو بالنسبه لك مثلا معادله انا مش هعمل اقول اعمل اني معادله بقعد ان شاء الله ان شاء الله تبقى
ان شاء الله تتجمع ان شاء الله تبقى احسن بس كده شويه باور كويري اخر محاضره مره ثانيه محاضره اخر محاضره مش هتشوفني ثاني ما ازاي لسه قايل الخطوات لا محاضره اكسل كل ده اسبوع بصوا المحاضره اللي جايه هتبقى باور كويري باور بيفوت ودولت دولت بقى اكسترا مايل دول اخر حاجه في الاكسل دولت كده وصلت ليفل وحش كده مش شايف كده خلاص خلاص كده خلاص كده ما اعرفش نسيبه بقى حد ثاني نعم لا لا مصر مصر انا المحاضره الجايه المحاضره يوم السبت بقى الجاي بقى هيبقى بقى لوكر برنامج اسمه لوكر برنامج اسمه لوكر معايا بص انا بفضل ان انا بشرح كل الفيلم بس ما عدا بايثون عشان ما اعرفش عنها حاجه بس بشرح سيكوال بشرح اكسل باور بي اي لوكر باور لا باور بي اي باور بي اي لوكر اس بي اس لا لا بص بصراحه الموضوع صعب كورليشن وريجريشن اناليسيس لا بعض لا موضوع صعب وفيرسز دي ما اعرفش او فيرسز دي لا انا حاسس ان هي انا بشرح الحاجات اللي بتجيلي جوان او اللي انا ذاكرتها وجابت جوان يعني بص فهم انا واحد بتاع سوق يعني انا واحد بتاع سوق انا واحد بديك اللي في دماغك كده هنا كده اللي هو ايه انا بديك اللي يجيب جول تشتغل بايه هو ده اللي انا بشرحه اللي انا بشرحه ده اللي هتشتغل بيه اس بي اس اس ماشي طبعا ليها شغلات اصل لو مش شغال بيتش ما كانش تنزل بس قصدي انا واحد من الاخر بديك الزيتون خد فضل اشتغل لكن ان انا هي بتبقى دبلومه ولازم تتشرح هي دبلومه وفيها تفاصيل كتير لازم تتشرح لكن انا عن نفسي انا بشرح اللي بيجيب اجوان يعني انا صدقني انا مش هشرح لك حاجه انا مش مقتنع بيها مش هشرحها يعني مثلا بشرح الباوربوينت الباوربوينت ده ليه طب ده شكل ليه بلاوي سوري الباوربوينت ده مثلا على فكره لو انتوا فاكرين الباوربوينت ده سلايدز بس الموضوع اكبر من كده طبعا ايه انا بشرح الباوربوينت الباوربوينت الوورد الناس كلها بتجري منه الوورد ده اكتشفت ان فيه حاجات رهيبه انا بشتغل الوورد ده بالظبط ممكن شغل كتير كده فيه يعني بس ده لما تتعامل عليه موضوع جامد جدا اصل هتيجي عليك وقت انا في تفاصيل معينه في الوورد مش موجوده في اي حاجه الجاستيفاي مش موجوده في اي حاجه يعني يعني اخر حاجه طلع بص بس الشابتر لا ما في تيبل على وفي اقول لك على حاجه وفي اجريجيشن او في اللي هي سم وافريج وماينس عشان انت كده ايوه بس هي موجوده برضو على اللوك بس انا بقولها لك عموما باور بي اي باور بي اي ده برضو رهيب بس انت بتشتغل باور بي اي طول الوقت هو اللي كسب بص يعني نصيحه والله العظيم انا بشرح بقالي 4 سنين ونص او داخل 5 سنين نعم. انا ما بشرحش غير اللي بيجيب جوايا يعني حاجات اللي بتودي انت رايح فين انا جاي معاك يعني مثلا تابلوك ربنا يكرم ان شاء الله واخش طب لو شفت ان هو فيه مواضيع كبيره قوي يعني مواضيع مفيده كمان يعني مش مواضيع عبيطه او لو ما بيستخدمش ده بيستخدم خير تحت امرك تحت امرك انا شكرا جدا لكم يا شباب انا كده خلصت وبس كده انتوا كده سامعيني سامعيني كده يا شباب ولا لا الو اونلاين تمام يا دكتور انا كده خلصت انا كده خلصت انا هعمل ستوب شيرنج اهو خلاص شكرا جدا لكم شكرا لحضرتك يا دكتور شكرا لحضرتك شكرا لكم السلام عليكم السلام عليكم